أرض محطاتنا. نعم. نشوف أحوال الطقس يومين قبل نهاية السنة. هنا دائما نتفائل أن تكون أمطار خير. خلينا نشوف مريم وأهم أحوال الطقس لهذا اليوم. صباح الخير عليكم سوسن. صباح النور مريم. مشاهدينا الكرام، اليوم جيتي بلون مائي أزرق مائي. نعم. كلك تفاؤل إن شاء الله تكون فيها أمطار إن شاء الله. إذا نقدر نقول نهار اليوم إن شاء الله تبقى عموما السماء من صافية إلى ملبدة في بعض الأحيان، خاصة على المناطق الشمالية الوسطى وحتى الغربية. ننتظر سماء من ملبدة إلى غائمة تقريبا على كل المناطق الساحلية الشرقية. هذه الخلايا الرعدية اللي وضعناها على المناطق الساحلية الشرقية كما راكم تلاحظوا، هذه تهم في آخر النهار المناطق الساحلية الشرقية، نقدر نقولوا جيجل سكيكدا عنابة حتى للطارف. احتمال هذه الخلايا الرعدية تمد بعض القطرات الخفيفة من الأمطار، تقدر أيضا تمتد من جهة المناطق الداخلية الشرقية كسوق هراس وأيضا من جهة ميلا. إذن تبقى الأجواء مستقرة على الجنوب الكبير، تكون إن شاء الله السماء صافية، الأطلس الصحراوي، الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب الجزائري، مع تطاير بعض الرمال على كل المناطق الصحراوية الوسطى. شوفوا مباشرة درجات الحرارة المنتظرة نهار اليوم إن شاء الله. طبعا تبقى درجات حرارة فصلية في المعدل الفصلي، راح تتراوح ما بين 13 إلى 15 درجة ما بين قسنطينة، ميلا، سوق هراس، قلمة، أم البواقي، حتى من جهة المناطق الداخلية الوسطى الغربية كذلك المدية، البليدة، معسكر، سيدي بلعباس، حتى من جهة تلمسان ومغنية. 17 العاصمة ومجاورها، 19 على وهران وعين تيموشند، 16 درجة إن شاء الله من جاية حتى للقلعة. عندنا على المناطق الصحراوية الوسطى 23 درجة هي ومنطقة جانيت، 21 على عين ميناس وتندوف، 24 على تام راسات، 25 درجة على أقصى الجنوب عين قزام، برج باجي مختار، وايضا من جهه تيمياوين، 11 درجه على تبسة سطيف وبرج بوريريتش، 12 على البيض، وعندنا مقيس ما بين 18 الى 19 درجه ما بين بشار وغردايا، و20 درجه على الواحد كحسير مل، حسيم سعود، وبركلها، ايضا من جهه الواد وتقورت البحر. طبعا مع الخلايا الرعدية والغيوم الكثيفة على السواحل الشرقية يقدر يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، توصل سرعة الرياح حتى 40 كيلومتر في الساعة، بينما راح يكون البحر من قليل الاضطراب إلى هادئ ما بين السواحل الغربية والوسطى، تتراوح سرعة الرياح ما بين 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة. على كل حال مشاهدينا الكرام، ترقبوا تفاصيل أكثر حول الوضعية الجوية في النشرات اللاحقة. دائما نتعلم معك أمور جديدة في مجال أحوال الطقس. إذا ممكن عاد نشوف هذيك لاكارت تاع البحر. أنا قبل ما نكون في مجال الإعلام كنت نحسب أنه 30 20 هي درجة حرارة المياه. درجة حرارة المياه هي احنا كنا نوضع درجة حرارة المياه خاصة في الصيف كانت مع موسم الاستجمام، كنا نزيدوها درجة حرارة المياه، هي تناسب خاصة في نقدر نقولوا وقت الاستجمام الصيف. جميل. لكن في وسط مريم قبل ما اسمح لي فقط ياسين، قبل ما تغادرينا، بما انه بقى لنا يومين فقط على نهاية سنة 2015، فاش راح تكون 2016؟ يعني راح يكون بداية جونفي، في حديث انه راح تكون امطار، راح يكون في ثلوج. نعم ان شاء الله. كنا سبقنا وتحدثنا البارح سوسن اذا تذكرتي، انه راح ابتداء نقدر نقولوا كنا حكينا بلي بدا ينخفض تدريجيا الضغط الجوي. نقدروا نتفائلوا خير ان شاء الله ابتداء من نهار السبت بحول الله. ما نجح نقولوا اضطراب جوي حيدخل، لكن ان صح التعبير شبه اضطراب جوي يهم المناطق الشماليه بما فيها خاصه السواحل والمناطق الداخليه، مع بعض نقدروا نقولوا قطرات من الامطار ابتداء نهار السبت ان شاء الله، في نقولوا من الظهيره حتى العشيه حتى نهار الاحد بحول الله. الخير ان شاء الله. يمكن غدا ان شاء الله بالجمعه في اخر النهار، لانه تبدا تلتحق سطوح كثيفه. نعم بعد غد عفوا الجمعه، هاني تسبق الاحداث. يوم الجمعه ان شاء الله يمكن تلتحق سحب كثيفه، تقدر تمد في اخر النهار ولا خاصه الفتره تاع الليل بعض القطعات من الاطار. ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله. شكرا لك مريم. ونحن نمر مع المشاهدين لنقف عند حال الطرقات لنهر اليوم. حضره رائد في درك الوطني شعاوي العياشي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اولا فيما يخص الحاله اليوميه لشبكه الطرقات التابعه لاقليم اختصاص الدرك الوطني،
على العموم مفتوح للسير، حركة المرور بها عادية باستثناء دائما المقاطع التي تشهد اختناقات، وهذا راجع إلى الكثافة المرورية بسبب عدم استيعاب هذه المقاطع للعدد الكبير للمركبات في أوقات وجيزة، وكذلك بسبب ورشات أشغال إعادة تهيئة هذه المقاطع للسير. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة سجلنا الطريق الولائي رقم 133 يشهد اختناقات في حركة المرور، وهذا رجع دائما إلى الكثافة المرورية على مستوى منطقة المسمى الربوة البيضاء لإقليم بلدية سويدانية، كما هو الحال بالنسبة للطريق السريع الغربي الذي يربط الجزائر العاصمة بمدينة جيرالدا، كذلك يشهد بعض الاختناقات خاصة في الفترة الصباحية ابتداء من منطقة بوشاوي إلى غاية جسر زال إبراهيم في اتجاه الجزائر العاصمة. كذلك سجلنا الطريق السريع الجنوبي رقم 161 يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور خاصة على مستوى محول المطار إلى غاية مدخل دار البيضاء. كذلك سجلنا الطريق الولائي رقم 233 في شطرها الرابط بين منطقة بوشاوي وبلوطة يشهد بعض الاختناقات في حركة المرور خاصة على مستوى إقليم بلدية الصوالي. بالنسبة لولاية البويرة نبقى نسجل الطريق السيار شرق غرب يشهد بعض الاختناقات في ثلاث نقاط، وهذا رجع إلى ورشات الأشغال إعادة تهيئة هذه المقاطع للسير. النقطة الأولى على مستوى الجسر العملاق ببلدية إنبورت، والنقطة الثانية من المحول الشرقي إلى المحول الغربي لبلدية الأخضرية، وكذلك على مستوى المكان المسمى الطواطح ببلدية القادرية إلى غاية جسر ود الأربعاء ببلدية الأخضرية. بالنسبة لولاية ميلا سجلنا بها الطريق الوطني رقم 79، كذلك يشهد هذا المحور يشهد بعض الاختناقات خاصة في الفترة الصباحية على مستوى قرية بوغردين. وعلى مستوى ولاية قسنطينة سجلنا الطريق الولائي رقم 101 في شطها الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية الخروب، كذلك يشهد بعض الاختناقات خاصة في الفترة الصباحية على مستوى مفترق طرق الأربعة بأعلي المنجلي. وكذلك سجلنا الطريق الولائي المزدوج رقم 101 في شطرها الرابط بين مدينة قسنطينة وبلدية عين سمارة، هذا المحور كذلك يشهد بعض الاختناقات خاصة على مستوى المنطقة المسمى محجر شمال إفريقيا إلى غاية محور الدوران نحو بلدية علي المنجلي. بولاية باتنا سجلنا الطريق الوطني رقم 86 في شطرها الرابط بين بلدية سريانة والطريق الوطني رقم 3، كذلك يشهد بعض الاختناقات على طول الجزء الرابط بين بلدية سريانة والطريق الوطني رقم 3. بالنسبة لولاية وهران سجلنا الطريق الولائي رقم 11 الذي يربط ولاية وهران بولاية مستغانم، كذلك يشهد بعض الاختناقات خاصة على مستوى المكان المسمى ضرب القيد لإقليم بلدية بير الجير. هذا فيما يخص أهم المقاطع التي تشهد اختناقات في حركة المرور. أما عن إحصائيات حوادث المرور خلال 24 ساعة الماضية، وحدث الضرب الوطني سجلت 31 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 46 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت انخفاض في عدد الحوادث ب 12 حادث مرور، كذلك انخفاض في عدد القتلى ب 3 أشخاص وانخفاض في عدد الجرحى ب 41 جريح. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية بومرداس الأغواط الصيف، ولاية الجزائر العاصمة، وولاية المسيلة. الأسباب العامة المؤدية إلى هذه الحوادث نجد دائما نسبة كبيرة منها منسوبة إلى العنصر البشري أي السائقين، فالسواق تسببوا في 27 حادث مرور من مجموع 31 حادث مرور، المرة تسببوا في حادثين، والمركبات تسببت في حادث مرور واحد، والمحيط كذلك تسبب في حادث مرور واحد. كانت هذه إذا النصائح والمعلومات اللي قدمها لنا رائد في الدرك الوطني الشعبي العياشي. بعد قليل صحافة جولة عبر الصحافة لنهار اليوم. إذا عدنا إليكم مشاهدينا في جولة عبر الصحف لنهار اليوم 30 جونفي 2015. نبدأها بأبرز العناوين للصحف الوطنية. نبدأ بالشروق اليومي التي عنونت في صفحتها الأولى واختارت كعنوان طلاسم وشكارة ومآدب شخشوخة للفوز بمقعد السيناتور، هذا بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الأمة التي كانت يوم أمس. عفوا البلاد في عددها لنهار اليوم عنونت في صفحتها الأولى بوتفليقة قدم هدية للمعارضة، هي تصريحات الأمين العام ليلى فلان غداة ما صرح به رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقده، وعن إمكانية التعديل الدستوري مطلع الشهر المقبل. في الفجر كتبت أيضا جدل سياسي حول مشروع تعديل الدستوري عادت إلى ردود فعل الطبقة السياسية بين مرحب ورافض لهذا المشروع، خاصة أنه سيمرر على
يمرر على النواب، نواب الغرفة السفلى، وفي ليبرتي عادت إلى وفاة أيت حمد عفوا إيموفونت سيريموني ألوزان، هذا في سويسرا، وعلى أن يصل يوم غد بإذن الله ويدفن يوم الجمعة في منطقة القبائل. للتفاصيل الآن وشروق اليوم التي نشرت قائمة سيناتورات الجدد بالأسماء والأحزاب والولايات، حيث أفرزت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة اكتساح الأفلان والأرندي أغلبية مقاعد الغرفة العليا للبرلمان. موضوع آخر، زبائن الجوية الجزائرية وأرباب الوكالات السياحية في تمنراسة يحتجون، وما نطالعه في البلاد التي قالت أن السبب وراء هذا الأمر هو ارتفاع تكاليف السفر إلى الجنوب عشية رأس السنة، الاحتفالات برأس السنة. ليبرتي، صحيفة ليبرتي، نقلت أن جزائريا توفي إثر الفيضانات التي تطال منطقة ميزوري الأمريكية، وذلك بعد أن غمرت مياه الفيضانات سيارته وجرفته المياه، حسب ما أكدته مصالح القنصلية الجزائرية في واشنطن. ونختم بهذا الخبر من الفجر، حيث حلت الجزائر المرتبة الخامسة عالميا من حيث غلاء المعيشة. تقرير أصدره موقع فرنسي مختص في الأسفار، وحسب الموقع يبلغ متوسط الكلفة المعيشية لشخص في الجزائر 34.10 دولار شهريا، وما يقارب 4000 دينار جزائري. إلى الكاريكاتير الآن. مشاهدينا، عدنا اليكم من جديد، نرحب بكل من التحق بنا اللحظه لبرنامج الشروق مورنينغ، جوله اخرى حتكون عبر الاسواق الجزائريه دائما مع اسيا غريبه. كما نقولوا الاسعار تاع البطاطا هاد الايامات راهي رخيصه، ما طلعتش لا فان دلاني كيف تقعد هي خاطر كاينه متوفره بزاف البطاطا، دير 3600 كما نقولوا السمانه اللي فاتت دير 3000 3060 دولار، ما كاش فرق بزاف. مي شنو على حسب السلعه، كيما نقولوا ما في السوق كاين الخير الله يبارك، كاين البطاطا بزاف. مي ما ترتفعش بزاف خاطر كيما نقولوا الشتاء ما كاش، سي بور سا ما طلعش السلعه. كاين المنتوج بزاف هذا العام، سيرتو البطاطا، كاينه كيما نقولوا تاع واد السوف، كاين تاع مستغانم، كيما نقولوا تاع مستغانم كاينه، تاع رمل، حاجه شابه، كيما نقولوا تاع مستغانم، تاع واد السوف، تاع عين دفله كاينه. في السوق دير حتى 25 26 دينار. الاسعار قعدوا هما هكذا خاطر على حسب لا برودكسيون، لا كانت لا برودكسيون بزاف هي تكون الاسعار يخفضوا، ولا كانت لا برودكسيون قليله الاسعار يطلعوا، هذه هي. ويقعدوا هكذاك هو، والتفاح يديرها شكي تشوفي يدير 2000، وكيف كيف كاين البيض كاين الاحمر، والرمان 15000، والمندرين 12000، وعندك البنان اللي شويه راهو مخصوص بنان يطلع ويهبط، هذه هي دوقا ويدير 20000. كما سمعي فات بعناه 18 17 بنان توجور تاع لابورتاسيون بيان سور، لي زامبورتاتور لهم يجيبوا البنان، بصح هادو تاعنا لوكال كاين المنتوج، كيكون المنتوج كاين المنتوج على حسب السلعه، كي تكون رخيصه عرفي بالمنتوج كاين، ولا كانت غاليه عرفي المنتوج ما كاش. إذا كانت هذه جولة عبر الصحف، الآن كانت جولة عبر الأسواق الوطنية التي رصدتها لنا آسيا غريب. نواصل إذا فقرات شروق مورنينغ
نواصل أيضا في صحافة دولية. كانت ديلي ميل البريطانية قد نشرت تقريرا حول الوشم في الجزائر في تاريخ وتراث الجزائري، عادت إلى هذه النسوة التي اللواتي كان يوشمنا في الماضي. البعض منهم تاب إن صح التعبير على حسب تعبيرهم بعدما عرفوا أن الوشم حرام في الإسلام، لكن الصور كانت جد جميلة ومعبرة، حتى المسببات اللي كانت وراء الوشم بينهم كان يقولوا للزواج. صح، هناك أسباب أخرى كذلك ياسين عبر هذا الوشم، والنساء الجزائريات خاصة في وقت الاستعمار الفرنسي كانوا يلجأن إلى الوشم نظرا حتى لا يقترب منهم المستعمر الفرنسي، ويحمون أنفسهم ويحمون شرفهم كذلك بحسب ما ورد. ويعتبر كذلك الوشم بما أنه صحيح في الإسلام حرام، ولكنه يعتبر ويميز المرأة الجزائرية في القديم ويعطيها طابع المغاربية بصفة عامة. المغرب العربي وسوسا ما لفت نظري هو رصد شهادات تقريبا 4 أو 5 نسوة من الجزائر من مختلف المناطق. البعض منهن كانت احترفنا أنه عملنا خطأ وما كانوش يعرفوا في ذاك الوقت أنه حرام، ما اضطرهن إلى بيع جواهر التوحم حتى يغفر لهم ربي ينصحك كما نقدر نقوله بالعامية. البعض الآخر قالوا أنه عملوا هذا الأمر لإنجاب الأطفال، واليوم بعد كانت فيها مرأة جابت 6 أطفال، واليوم تقول أنه لست نادبة على هذا الأمر. يعني كانت فيه شهادات مختلفة، كان في حتى مرأة في عمرها 100 سنة تتكلم عن تجربتها في هذا الأمر. يعني وقائع مختلفة وأسباب مختلفة وراء هذا السلوك وهذا الوشم الذي كانت تنتهجه نساء الجزائريات في وقت ما، ولكنه يبقى ربما جانب معين في فترة معينة عاشتها تلك النسوة. قبل ما نروح للموجز نكمل بهذا التقرير للجزيرة التي رصدت الديمقراطية بعيون الرأي العام العربي، حيث رصدت في مختلف المناطق العربية من بينها الجزائر حول تعريف الديمقراطية من طرف هؤلاء. مثلا كان فيه من عرفها أنه نظام حكم ديمقراطي، أنه فيه ضمان لحرية التعبير. من حيث تقييم مستوى الديمقراطية بكل بلد، الجزائر جاءت في مرتبة تقريبا متأخرة ب 43%. هذا بالنسبة للتقرير التي نشرته هي جزيرة موقع الجزيرة .net، يمكنكم المطالعة عليها في شبكات الانترنت. هو تقييم لعام 2015. نواصل وياكم مشاهدينا محطتنا الإخبارية أهم الأنباء الوطنية والدولية في موجز الثامنة مع رمز وفي. بعد قليل سنبدأ بأولى فقراتنا وهو تقييم سنة 2015. أما الآن فسنتكلم عن مواعيد 2015 30 جونفي 2015 في هذه الأجندة. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن يومين فقط يفصلاننا عن نهاية سنة 2015. كل شخص مع نهاية كل سنة يضع مخطط معين لسنة 2016. ياسين شنو هو مخططك ل 2016؟ شيء ما درتوش في 2015 وحاب تجسدوا في 2016. علاقة بالأدرينالين، قفز من الطائرة بالباراشوت. هو تحدي. 2016. تحدي 2016. جميل. وانتي؟ أنا بعدين أقول لك بعد البرنامج. إذا المشاهدين راح يكون لنا حديث عن هذا الموضوع بالذات، عن الطاقة الإيجابية في 2016 وكيف يمكن الإنسان أن يحقق أحلامه وأهدافه في 2016. تحضر معنا الدكتورة والأخصائية النفسية سوسن شبايكي. صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير عليكم. صباح الخير، مرحبا بك معنا. نختموا بك السنة ونتفائلوا بيك بالسنة الجديدة إن شاء الله. تفائلوا بي ونتفائل بيكم إن شاء الله. إن شاء الله. إذا دكتورة سوسن، مع كل نهاية سنة كل شخص معين يحط مخطط أهداف معينة لسنة 2016، كيف وشنو هي الآليات اللي يستخدمها أي إنسان باش يحقق الأهداف اللي ما حققهاش في 2015؟ كما نشوفوا في ليكرون، قرارات السنة الجديدة. كما تحدثنا على فوا باسي على نقطة التحول، كاين ناس بزاف يعتبروا نهاية السنة هي نقطة التحول في حياتهم، يقرروا باللي وقت التغيير هو ديسمبر تاع كل عام، يربطوها تسمى هذه حاجة مليحة، انهم هما يقرروا باللي الوقت الفلاني انا قررت نروح نغير فيه، دونك سي ديجا سا، هذه حاجة مليحة بزاف انهم هما قرروا اليوم فلاني كذا التغيير، خاصة وانها نقدروا نقولوا سي اون توندونس. كاين ناس بزاف عندهم نيو يير ريزولوشن، دونك يتعاونوا مع بعضهم، كيما الاتموسفير تاع رمضان تعاوننا كامل على الحاله الروحانيه، هكذاك ثاني الاتموسفير تاع الفنداني تعاوننا ان نغيروا مع بعضنا، دونك هذه ثاني حاجه مليحه ان روح التعاون تكون كاينه في التغيير. الان درك كل واحد وشو القرارات تاعو، كل واحد وشو الطريقه اللي راح يعتمدها والخطوات تاعو باش يتغير في امور كذا ولا كذا، اللي راح نتكلموا عليها درك بالتفصيل. اذا نبداو ربما باول شيء، كيف نختم 2015؟ الانسان هل بد مثلا يضع قائمه بابرز النقاط السلبيه اللي قام بها، بالمشاريع اللي ما نجحش فيها، يعني كيفاش يقدر اول شيء يختم 2015؟ يختم 2015 في وجهة نظري من أهم الأمور أنه ما يكونش قاسي بزاف مع نفسه، ما يروحش الوحدة من لي دو زيكستخيم، يا إما يكون مركز فقط في الحوايج الإيجابية اللي دارها وما يكونش موضوعي مع نفسه، بالتالي ما يتكلمش على السلبيات، ولا العكس يتكلم غير على السلبيات، ما درتش كذا ما درتش كذا ما درتش كذا، ويلغي الحوايج الإيجابية اللي راهو دارها في حياته. في كلتا الحالتين بالنسبه ليا راهو راح في لي زيكستريم، ودي حاجه ماشي مليحه، مليح الموضوعيه ومليح التوازن، نتكلم على الحوايج الايجابيه اللي درتها وعلى الحوايج السلبيه اللي درتها، ما نكونش قاسي مع نفسي، ما قدرتش نديرها معليش ما كانش مشكل، كان كاين ظروف واحد زوج ثلاثه خلتني ما نديرهاش، كما يقولوا توصي على الجايه، نقدر لا بروشين فوا ندير بلوس ديفور، نحاول نخرج من منطقه الامان تاعي، ما نعلقش الفشل تاعي على شماعات معينه، نتحمل مسؤوليه قراراتي وافعالي، وان شاء الله اللي ما قدرتش نديرو في 2015 نديرو في 2016، ما يكونش كاين التغيير تاع 2016 كون ما نكونش صح درت تفاصيل على 2015. مثلا تشجعين انه يدير قائمه مثلا يضع يصنف جانب نفسي، جانب الروحي، جانب العقلي، ويدير قائمة في النفسي ويقول أنه هذا العام 2015 فشلت، يستعمل أول شيء يستعمل مصطلح فشلت، ماشي شرط، يعني الواحد يقدر يحاول على أنه يستعمل هذه الكلمات السلبية، جونغ نقول صعيب نقول ماشي ساهل، نقول يا سيدي فشلت ما قدرتش نوصل للنقطة الفلانية، معليش ما وصلت لهاش درك. هي لازم دكتورة سوسن لازم نبداو دائما بطاقة إيجابية، وحنا نعاودوا نرجعوا ليك ولكن بعد هذا الفاصل. عودنا إليكم مشاهدينا من جديد ونستمر في النقاش مع الدكتورة سوسن شبايكي. نعاودوا نرجعوا كيفاش نقدروا نزرعوا في الإنسان الطاقة الإيجابية. كما نشاهدوا مثلا، ناخذوا هذه الصورة اللي تظهر على الشاشة، بعض القرارات تكون مشتركة بين جميع الناس، مثلا أمارس الرياضة، أستمتع بالحياة، أتوقف عن التدخين. هذا الشيء ربما حتى نكملوا 2015 النقطة اللي كنت نتكلم فيها ومعنا نبداو 2016. نعم ماشي مشكل. قلنا النقطة الأخيرة 2015 أنه نحط هذه لا ليست، ما نستعملش كلمة فشل،
قلنا شحال تكون فيه القائمه هذه تاع 2015، شحال تكون فيها، يكون فيها نقطه زوج ثلاثه، وضحينا اكثر باش الانسان يقفل صفحه 2015 ونبداو في صفحه 2016. جوستومون الفكره هنايا انه مليح الواحد ما يمشيش على ستيريوتيب اون اوردونونس فيها واحد زوج ثلاثه، كما قلتي كاين هناك اهداف مشتركه بين الناس، ماشي شرط الاهداف اللي تكون عندي هي راهي اهداف مشتركه بين الناس. كما قلت انت حبيت تصوتي من الباراشوت، ماشي باغ اكزومبل الناس بزاف راهم حابين يديروا هذا، بصح هذه راهي حاجه خاصه بك انت فعلا. يقدر يكون واحد ماشي شرط من اولوياته في 2016 انه يوقف التدخين باغ اكزومبل، باغ كونتر من الاولويات تاعو انه يعود يطالع مينيموم كتاب واحد كل شهر باغ اكزومبل، الوغ كو هذه ماهيش عند الناس كامل. من لي زاستيوس اللي يخليو بنادم صح يقدر يحقق الاهداف تاعو انها تكون اهداف تاعو هو، ماشي باسكو كيما الناس كامل راهم يديروا، كيما دارنا قالوا لي كيما صحابي راهم يديروا. اون توندونس هاي الناس قاعده تحبس التدخين، الناس قاع لا فاميوز هذيك تاع نشيان نقص لو بوا رايحين ليها. جيد، بصح دكتوره سوسن هذا الشيء لو كان تحدوا على هاد القرارات حتى ولو كان ما كانتش مشتركه، مثلا الانسان يحب يخرج على العاده ولكن يقدر يلقى عائق امامه في ذاته هو، ما يكونش عنده نفس طويل ولا ما يكونش عنده ربما يملي، يقول لك يتخذ هذاك القرار ولكن يوصل له يقول لك لا خليه حتى الغدوه خليه حتى من بعد. احنا كيفاش نقدروا نزرعوا في الانسان انه اتخذت هذا القرار لازم تطبقوا، ما تستناش يعني نقولوا ما تاجلوش حتى الغدوه. من جهه ما لازمش ياجل صح، بصح من جهه واحده اخرى الانسان بالك ما يروحش تدريجيا مع نفسه، يحب في السمانه الاولى يفريها، كي اللي 2016 بالنسبه ليه تتلخص في جانفي ولا الاسبوعين الاولين في جانفي، لما صلحت ليش في جانفي خلاص تسمى انا فشلت. شو معناها نقولوا لا فيزابيليتي تاع هادو القرارات اللي حناخذوهم نكونوا من جهه لا فيزابيليتي، ومن جهه ميم سي سي فيزابل في مده شهر واحد، مي ماشي شرط نتايا لظرف من الظروف ما قدرتش ديرو في جانفي، صدق الفو با ديزيسبيري، الفو با بيسي لي بغا، قال انايا فشلت نزرب نحكم على نفسي باللي مانيش راح نصلح، الوغ كو مازالوا 11 شهر واحد اخر وانا قاعد هكا ديميسيونير بطلت، سا سيغ اغيان اني نجرب ندير كذا ولا كذا، باسكو ما صلحتليش في اول ايام. هذه هي النقطة، أني لازم نروح دوسمة مع نفسي، أنا اللي عليا أني نحاسب نفسي في 31 ديسمبر الجاي، ماشي 31 جانفي. نعم، كاين ما يسمى في التنمية البشرية الهدف قريب المدى وبعيد المدى. احنا الإنسان احنا دوك المواطن، ناخذ مواطن جزائري بسيط، كيفاش نقدروا نفهموا شنو هو أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى؟ مثلا ما قدرش يحقق هذا الهدف في جانفي، خلاص راح الهدف تاعي، نروح ننتقل لهدف واحد آخر، باغ كونتخ هو لازم يحقق هذاك الهدف بعدين ينتقل للهدف الاخر. نقدروا نقولوا باللي الهدف قريب فوالق. الهدف قريب المدى هو جزء صغير من الهدف متوسط المدى اللي هو جزء صغير من الهدف طويل المدى. عندي انا الهدف تاعي اني بعد 10 سنين باغ اكزومبل نصيب روحي في احسن حال ماديا معنويا مهنيا عائليا شخصيا صحيا، صح الهدف متوسط المدى اني من على 5 سنين نكون بوزن كذا، نكون في المنصب الفلاني في الخدمة تاعي، تكون علاقتي بوالدي، علاقتي بزوجتي، علاقتي بولادي بالطريقة الفلانية. صح الهدف القصير المدى اللي هو الهدف تاعي من على أسبوع من على شهر، وش هي التفاصيل الخطوات 1 2 3 4 اللي توصلني للهدف تاعي. صديق الخطوات الصغيرة احنا نسميوها خطوات صغيرة الوغ كو هي راهي أهداف في حد ذاتها. الشيء اللي يخليني نكون فرحان وساتيسفي في 31 ديسمبر 2016 هي اني نقنع ونفرح بالاهداف الصغيره والخطوات الصغيره اللي نديرها في جانفي وفيفري. مسافه 1000 ميل تبدا بخطوه بشويه. كان الانسان جامي وضع ما يسمى التو دو ليست او قائمه تاع واش لازم نعمل كل يوم، مثلا حتى كي تقول اليوم في القائمه ندير اليوم نشري الخبز، ومن بعد كي تشري الخبز وتكوشي باللي شريت الخبز تعطيك دفع ايجابي لهذاك النهار وما تكمل. كاين ناس، كاين ناس يحبوا هذا الشيء خصوصا المنطقيين المخططين يمشيوا بان دو تخوا، بصح تصيب ناس اخرين زعما لي زارتيست ولا ما يحبش يكون مقيد ولا حتى بتو دو ليست. ما ايه وهي واش رايك انت دكتوره، ايجابيه ام سلبيه هذيك انه حدد طبايع؟ طبايع كل واحد وش يخرج عليه، واحد يقدر يخرج عليه انه يديرها الوان، واحد يخرج عليه انه يديرها 1 2 3، واحد يخرج عليها يديرها دي بوان، واحد تخرج عليه انه يديرها دي تيغي. المهم الواحد جوستومون ما يديرش
الحاجه اللي راهي سائده، الناس قاعد يديروا تودو ليست، انا لازم ندير تودو ليست. انا ما تخرجش عليا باغ اكزومبل، انا نحب نرسم، انا نحب كل وحده وندير لها اون فوتو عندي في التليفون تاعي، وكل ما نحي وحده فيهم يا نسوبريمي لا فوتو يا او كونتر نبريميها ونعلقها في الحيط باللي دان خلاص كملت. يعني كل واحد طريقته في التعبير عن اهم حاجه اني نشوف نفسي انا وشنو هي الطريقه اللي تخرج عليا وشنو هما اهدافي اللي حاب نحققها. طيب أه. يلا نروحوا للمرأة باش نعطيوها حقها كذلك ونصيبها. المرأة الماكثة بالبيت اللي عندها أسرة ربة بيت، كيفاش تقدر تحط مخطط لعائلتها لسنة 2016 على جميع النواحي؟ أول شيء لازمها تحط مخطط لنفسها قبل ما تحط مخطط لعائلة، تبدأ بنفسها. تكون سلفش شوية في ال هي حنايا هكا عندنا هاد النظره باللي تخمي في روحك دونك راكي انانيه. راح تشوفوا انه الام الجزائريه ولا اي ام بلا ربة بيت تلقى تهتم باولادها، تهتم بزوجها ببيتها، وهي تنسى روحها، هي تكون في اخر ربما في اخر الترتيب، بعدين يجي الاهتمام بالنفس. اليوم حنا نعطوها دفع جديد، خطه جديده باش تبدا بنفسها وبعدين تروح. هذه قاعده كيما واحد عنده ان فواياج ويقول لك ما عنديش الوقت نحبس ندير ليسونس للطوموبيل، ما عنديش الوقت، أنا مزروب باش نزرب نلحق البلاصة الفلانية. مي لكن ما دارش ليسونس أو في نص الطريق راح يحبس يحبس. دونك ليسونس تاع العائلة هذه والموتور تاع العائلة، المحرك تاع الحياة كامل، خصوصا في مجتمع كيما مجتمعنا، هو المرأة. سواء الزوجة ولا الأم ولا الأخت ولا هي المرأة. دونك المرأة لازمها تهلا في روحها أولا، ومن بعد باش تقدر تمد. فاقد الشيء لا يعطيه. تشجعي أنه تكون في العائلة، تكون مثلا قولوا انه في 2016 مثلا نحن نوضعوا هذه القائمه لازم نعملوا كذا وكذا، تكون هذيك التودو ليست 2016 ولا لي ريزوليوشن تاع 2016 يندروا جماعيا بالنسبه للاهداف الجماعيه تاع العائله. كاين اهداف جماعيه، اهداف بالعائله مليح انهم يديروها مع بعضهم، ديجا يتعاونوا عليها، يكونوا كامل على بالهم وشنو الشير، مثلا راح ندير كذا 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 ونتعاونوا عليها مع بعضنا، سا سخي بيان. بصح كاين ثاني اهداف فرديه، هو النقطه اللي حابه نتكلم عليها اليوم، اللي كون نقدروا نوصلوا لها في 2016 تكون حاجه مليحه، ايا كان طريقه تطبيق هذه النقطه وشنو هي. توازن، مليح الواحد يوصل لدرجه معينه من التوازن، التوازن بين الاهداف اللي تخصه هو مع نفسه، الاهداف اللي تخصه مع ربي سبحانه، والاهداف اللي تخصه مع الناس برا، سواء الناس القراب، العائله، ولا لي كوليغ، ولا المجتمع، ولا البلاد. كل واحد يقدر يحقق شويه اهداف منا ومنا ومنا، نقدر نقولوا باللي راه وصل لدرجه معينه من التوازن، وبالتالي درجه معينه من السعاده، باش التوازن هو اللي راح يعطيك السعاده. كاين ناس دكتوره، وشي اللي قريناه في كتب التنميه البشريه يعطيو امثله معينه، الناس ما تلحقش الهدف كما ذكرتي مثلا، ما تحققوش في جونفي ولا ما تحققوش في هذه السنه، وبعدين يصرى لها تكرر هذاك الهدف، وللاسف ما يحصلش تحقيق لهذاك الهدف، توصل للنقطه انه تفشل، توصل لمرحله الياس. حنا وبما انه يقول لك في التنميه البشريه لازم كرر 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 الشيء حتى تحققه، يعني لازم يبقى هذيك نقطة الأمل أو هذاك شعاع الأمل لازم يبقى موجود، ولكن هذا الشيء للأسف ما لقاهوش كاين عند جميع الناس. هما يمكن في التنمية البشرية كيقول لك كرر كرر الشيء حتى تلحق له، يقصدوا المثابرة. يعني ثابر واستمر أنك مداير هذا الهدف في بالك حتى تحقه. بصح كرر ماشي شرط بنفس الطريقة، بس التنمية البشرية يقول لك مثلا if you always do what you've always done you will always get what you've always got، ما كون ما تبدلش الطريقة راك راح تحصل على نفس النتائج. دونك لكن أنا هذه الطريقة تاعي اللي باش ندير بها ريجيم أليمونتيغ باغ اكزومبل، ودائما دائما نكررها، دائما نفشل دائما نفشل، سكو كاين خلل معين، يا جسمي ماهوش متناسب مع هذا الريجيم المعين، يا إما أنا طريقة التطبيق تاعي، إما أني نكرر بمعنى أني نثابر مازال مداير في بالي. وشنو كاين كاين ناس ينصحوك يقول لك الاهداف اللي ما نجحتش فيها في السنوات اللي فاتت ماشي شرط هي اللي تبدا بها هذا العام، باش ما يصرالكش ان بلوكاج. انا حتكون لا كيسيون تاعي في هذا السياق، مثلا جاز جانفي فيفري وما حققتش هذا الهدف، هل في وقت معين لازم نغير هذه الاهداف ونضع اهداف واحده اخرى في بلاصتها باه نحققها؟ ربما الخلل ماشي في الطريقه، خلل في الهدف في حد ذاته. من جهه كيما كي نعودوا عندنا ان اكزامان، اول سؤال نقراه البلوكي يا اخي دائما يقول لك صح، خلي هذيك لا كيستيون، خليها، روح لا دوزيام كيستيون، روح جاوب على اللي تعرفه. من بعد درك يتنحى لك واحد البلوكاج هكا، واحد الخوف، واحد مخك يتفتح كابابل تصيب اون ريبونس حتى لا كيستيون هذيك اللي كنت حاط لها. درك حكايه اني كابابل الاهداف هي اللي ما كانتش صحيحه، انت الاهداف هذه راهي لا كان ماهيش نابعه من عندك من داخل. الهدف واش معناه؟ واش راني حاب، واش راني حاب ندير، دونك واش راني حاب
ما تقدرش تكون قلل ولا اهداف صرنا التلابس التداخل حتى ما نفهموش في بلاصه ما يكون هدف ربما يكون اهداف اني بعد شهر شهرين نحسوا انه لا ماشي هو الهدف هذا اللي كنت حاب نحطه دونك انا لازم هنا نحوس على الهدف من الهدف وشنو هو الهدف تاعي من الهدف تاعي انا الهدف تاعي اني نكمل انا حاليا نقرا ماستر الهدف تاعي من اني نكمل انا ماستر علم النفس العيادي وشنو هو الهدف اوكي ماستر في حد ذاته راهو هدف بصح لكان ما صبتش الهدف من الهدف تاعي ما نقدرش نكمل مع الضغط اللي كاين في القرايه ومسؤولياتي وخدمتي بمعنى الهدف من الهدف معنا واش راح ندير انايا بالهدف تاعي صديق اسك هو هدف في حد ذاته ولا هو وسيله لغايه اسمى وين تحبس صديق انا راح ندير ماستر باش نحبس في الماستر يعود سمي تيتر جي با بوزواني عندي ديجا دكتوراه اون ميدسين واش ندير انا بماستر في علم النفس مثلا باش نعاون الناس بطريقه احسن هذا هدف سامي صح التعبير لو رحنا للاهداف اقل بساطه مثلا نرجعوا للغيجيم هل نعمل الغيجيم مثلا نكذبوا على روحنا ونقولوا نعمل الغيجيم باه نكون صحي ولا ندير الغيجيم باه نقدر نصيب واش نلبس سا ديبون تايا واش هو الهدف تاعك الهدف تاعك انك شباب وتاتيري الاخر ليك ولا الهدف تاعك انك تكبر توصل حتى ل 40 50 سنه وانت بدون امراض قلب بدون سكر بعيد الشر بدون لاتونسيون بدون هاد الحوايج هذه الفو يدخل واحد لازم يكون صالح يعني تختلف على حسب لازم يكون بصح انت الغيجيم في حد ذاته باش واش واش دير به لازم تصارح نفسك ما تكذبش على يعني لازم الانسان والله هكذا هذيك هي الحاجه المهمه بالنسبه ليك لازم الانسان بعد ما يحدد اهدافه لازم يطرح اسئله كما الاسئله في الصحافه موجوده شقيقه ست لازم يحط هو ثاني اسئله علشان يحب هذا الهدف ولازم نحققه في هذا الوقت كاين ربما عائق اخر يقدر يطرحوا فيه كامل الناس هو الوقت يقول لك ما عنديش الوقت باش نحقق هذه الاهداف كامل ويصرى له تداخل بين الاهداف وبعدين تصرى حاله فوضى اليوم كيفاش نقدروا نتحكموا في الوقت باش نقدروا نحققوا أكثر نسبة من الأهداف اللي أنا رسمينها مثلا في 2016 مش نقدر نحقق أكبر نسبة من الأهداف هي إن أني نمشي هدف هدف ما نديرش كذا هدف في نفس الوقت باسكو سورتو مع الأول كي اللي شتي الطوموبيل مازال ما سخنتش أي محتاجة تسخن شوية باش هكاك أنت تاني محتاجة ديري إيشوفمون قبل ما تبداي ديري السبور دونك كي تبداي بداي بأقرب حاجة ليك أسهل حاجة عليك أقرب حاجة لقلبك الحاجة اللي راكي تبان لك باللي راح يسهل تطبيقها ميولاتك ليها لا فيزابيليتي تاعها سور لو تيغان كيما يقولوا عندك فرص باينة واحد زوج ثلاثة باش تحققيها هذيك هي اللي بداي بها الأسبوع الأول الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث كي تتقدمي مليح في الهدف الأول تاعك زيدي روحي ديري هدف واحد أخر يا حبذا يكون في مجال واحد أخر ماشي شرط يكون في نفس المجال درتي المجال الأول في صحتك روحي ديري المجال الأخر في جانب آخر تنمية فكرية تنمية أيا كانت الطريقة اخرجي المجال واحد أخر كامل عنده علاقة بعلاقتك مع الناس علاقتك مع ربي سبحانه باغ اكزومبل حاب اون بارلون دو سا الهدف ماشي شرط يكون حاجه جديده الهدف يقدر يكون تطوير تحسين لما هو ديجا موجود باغ اكزومبل انا زعما علاقتي بربي سبحانه ماشي مقطوعه كومبليتمون كاين علاقه معينه مع ربي سبحانه لازم فيها تجديد حاب نحسن فيها حاجه جو سي با انايا حاب في الصلاه تاعي اي كاينه بصح حاجه تخصها باغ اكزومبل مانيش نصلي في وقتي يعني نصلي بصح مانيش نصلي الصلوات تاعي في وقتها الهدف تاعي اني ما تجي تخلص لي 2016 نكون نصلي الخمس صلوات في وقتها بما فيها الفجر نوضلو في وقته كلكو سوا الصيف على 3 4 تاع الصباح ولا الشتاء على 6 ونص صديق ماشي هدف جديد ديجا هذا واش نحاول نبني على ما هو موجود نعدلو ومن بعد نبدا بشويه بشويه ندخل الحوايج اللي جديده كومبليتمون يا كنا شفنا في صفحتك على الفيسبوك مقولة الآن أني نشوف المقولة قلتها في ليغوزي في تيدكس المرة اللي فاتت We have two lives The first one started when we were born أنه عندنا حياتين الأولى تبدأ نهار كي زدنا نهار اللي زدنا لكن الحياة الأخرى هي لما أو نخليك تكمليها الحياة الثانية تبدأ لما ندرك أن فينا ما عندنا حياة واحدة هذاك هو نقطة التحول في حياتنا نهار كي نعرفوا باللي فينا ما راني عندي حياة واحدة درك علاش راني نعطل علاش قاعد نوخر وحياة واحدة ماناش عارفين من بوك تاش تخلص كابابل تخلص درك وانا قاعدة معك يا اخي مال فين تشوفوا هذوك الضيوف اللي يموتوا عندي على غفلة نعملوا بها البوز هذه السنة
بعيد الشر عليه لا ان شاء الله نتمنوا لك طول العمر يعني حتى لطف الجو. لكن يعني هذه المقوله اللي قلتيها في التداكس، لكن اكيد هذه عن خبره في هذا المجال احتكاكك مع الناس. ربما اول الامور اللي الناس يقولوهم لك لما تحولي في نهايه السنه، يقول لك ولا في فيفري مارس، واش المسببات اللي تخليهم هما ما يحققوش الاهداف تاعهم؟ لا ماجوريتي دي جون، شنو هما الاسباب اللي يقولوهم لك ولا اللي يوصلهم لك؟ المثاليه شويه بزياده. المثاليه والتسرع. المثاليه بمعنى انه حب كما قلنا في جانفي ولا في فيفري يوصل للدار للشكل النهائي للهدف تاعو، كل كسوة وشنو هو الهدف تاعو. صديق مثالي ما يصبرش على روحه، ماهوش عاطي نفسه شوية لتاع باش يحقق الشيء في جانفي فيفري مارس. حنا نحس بلي على قد ما نسايسوا الناس على قد ما رانا قاسيين مع روحنا. صديق ساعات نحس بلي نفسك هذه كنت تخرج وتشوف معك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، على قد ما راك تسايس في الناس هكذا وكاع، مي مع روحك انت يا اني ما نجحتش اني ما درتش اني ما نصلح الوالو اني يعني. كاين ثاني دكتوره سبسن يعني كلمه ردها كثير من الناس، انه اذا ما نجحش في هذاك الشيء انا ما عنديش زهر، ما عنديش الحظ، ويتوقف عند هذاك الشيء. اليوم كيفاش نقدروا ننزعوا هذيك الكلمه؟ لانه ما كاش حاجه مرتبطه بالحظ، يعني كل شيء قضاء وقدر. نحو هذيك الكلمه تاع انا ما عنديش زهر، نحيو هذيك تاع ما عنديش الزهر ونحيو الحوايج كاع معاها، باسكو راهي وحده من الشماعات اللي نعلقوا عليها. ما عنديش الزهر ولا ما عنديش الوقت، لانه هذه الكلمات تقدر حتى تبرمج، يعني تبرمج عصبيا خلاص الانسان. واش تهضري مع نفسك هذيك هي اللي رايحه تكون، هذيك هي اللي نلوم الاخر. كثير من الاحيان يقول ظلمونا حقرونا حقرونا، مصطلح الجزائري معروف حقرونا حقرونا، يا حقرونا يا ما عطاوناش الوقت، يا الدوله ما دارت لنا والو، يا المهم هكذا مانيش انا خاطيني هذوك كلكو سوا شكون هذوك، حاجه ملموسه ولا انسان ولا حاجه ماشي ملموسه. الزهر ما عنديش الزهر ولا ما عنديش الوقت، الوغ كو كلش بيدي انا. كيف نقدروا هنا نوازنوا بين نتحمل المسؤوليه وما نكونش قاسي على روحي؟ كيف نقدروا؟ اتس فاين لاين بين هذا الامور، خط رافع جدا. نتحمل المسؤوليه اني نقول عليا اني ندير واحد زوج ثلاثه اربعه، كي ما درتش هاد الحوايج معليش لسبب معين 1 2 3 نقيم ونعدل، كما كان الدكتور فقير ربي يرحمه يقول، ونحطها في الفعل مره اخرى، نعاود نحطها في الفعل مره اخرى. كي ندخل في كيف، راني مانيش قاسي على روحي، كيف الحل، ماشي نقعد في علاه. صديق علاه صرات، علاه هذه راهي مخليتني في لو باسي، عايش في علاه صرات، علاش انا درت هك، بغض النظر انا علاه درت هك، زيد قدم برك شويه لقدام، صح كلكو سوا شكون المشكل، صح كيفاش نحلوها، كيفاش هذه راهي بيدك انتايا، كيف الحل. دائما الواحد يشوف للمستقبل، ما يقعدش حابس برك في لو باسي، انا يا غلطت وعلاه درت هك وعلاه درت هك. وبشويه بشويه لازم الواحد يتعامل مع نفسه كما يتعامل مع صديق. شويه ما تقساش على روحي بزاف، غير بالعقل برك ما فيها والو. يا اخي شت كيما صاحبك دار لك لوكول الفلاني وسامحته، معليش يا سيدي حتى نفسك سامحها باش تقدر تكمل معاك، باسكو سينو راح يصير تصادم بينك وبين نفسك. يعني لنفسك عليك حق المؤمن يبدا اكيد بنفسه. دكتوره سوسن في الختام، واش تقدري تمدينا وتمدي للمشاهدين نصائح ل 2016 هكذا في نقاط؟ في نقاط نقدر نعاود نلخص لك واش كنا نقولوا في نقاط. مثلا دير الهدف اللي راك انت حابه، مش اللي الناس الاخرين كامله راهم يديروا فيه. عندك اهداف بزاف، ابدا بهدف واحد ومن بعد اللي بعده ومن بعد اللي بعده، ابدا باسهل واحد بالنسبه ليك. كون شويه حنين مع نفسك، مام ما صلحت لكش في جانفي، في مام ما صلحت لكش في نوفمبر، قول باللي معليش كاين ديسمبر. صديق هذا الكاس هذا بون هذا راهو معمر، ما يكون جا في النص نقول له معليش شوف النصف المملوء من الكاس، باسكو كيما على حساب انت راك مرايه، واش تمد يعاود يرجع لك. شفت الدنيا كحله هذا واش راح تعقب 2016، كي تدخل على 2016 بتفاؤل هذاك واش راح تصيب. التوازن ثاني مليح، دير اهداف خاصه بالجانب الروحاني تاعك، اهداف خاصه بالجانب الشخصي الصحي، صحة نفسية وصحة جسدية، أهداف خاصة. ما نكثروش الأهداف، يعني مليح واحد ما يكثرش الأهداف في السنة. لكن راهو من النوع أصلاً اللي ما حاجة جديدة عليه،
انه يقرر قرار معين ويسعى الى تطبيقه، مليح يروح مع روحه غير بشويه. اللي مالف كل عام هكا اهداف يديرها، اهداف يديرها، بسم الله يبارك. كل عام زيد ارفع المقاييس تاعك، كل ما كنت قادر ترفع المقاييس تاعك باش تلحق لها ان شاء الله. دائما كيما نقول تتحدى نفسك باش باش يوصل لأحسن ممكن من الأهداف. سوسن 2016 كانت حابة تختم، لكن نتكلم مع سوسن دقيقة فقط. سؤالي عن كيفية حتى الإنسان يبوستي روحه، أنه دائما يعطي دفع جديد. هل مثلا الألوان، الروائح، الأكل، هذه الأمور يقدروا يساعدوه بيحقق هذه الأهداف؟ هذه كما يقولوا كل واحد وش يحب، كل واحد هو على حسب نظام التمثيلي تاعه، كل واحد على حسب. كاين واحد باغ اكزومبل يقرا بلا ميوزيك، كون ما تكونش كاينه لا ميوزيك ما يقدرش يقرا باغ اكزومبل. واحد لازم يشوف، واحد لازم يسمع، واحد فوالا هذه داخله فيها. ثاني الواحد كل واحد الميولات تاعو. انا نحب اون ليست 1 2 3. انا يا نو كون ما يكونش نواغي بلون ما نفهمهاش، لي كولور يديكونسونطريوني. واحد العكس يقول لك نو انا لي كولور. واحد يقول لك انا نكلخ روحي مام في الريجيم، لازم نكلخ روحي، لازم هكا نزوق هذاك البلا، مام فوالا مام نحي السكر، مام نحي الملح، بصح معليش نكلخ روحي بدي زيبيس، نعناع هكا يابس مداير نحطه فوق. لازم لي كولور، لازم الصحن مشبح، ما تعطيونيش كيما الماكله تاع المرضى باغ اكزومبل. كلخولي باش نقدر ندير الريجيم، نكلخ مام بلياوخت ناتور، الحاجه اللي ما فيهاش زعما السكر ولا تقدر تفسد لي لو ريجيم. تسمى كل واحد كيفاش يعرف يكلخ روحه. بالك النقطه المهمه بزاف ان كل واحد يقعد مع روحه فينالمون، هذه يقعد مع روحه. نقولها روحي دقيقه بغيت نسقسيك، قولي لي اكزاكتومون واش تحبي انت، واش تحبي لي كولور، ولا تحبي الريحه، ولا تحبي نقصي عليك انت الطبيعه اللي الشبح يجي بالربح، ولا انت او كونترير تحبي المسايسه باش تقدري تعطيني واش راني حاب. كل زعما يوصل كل جزائري انه عنده هاد سهوله انه يهدر مع روحه كيما راني نهدر معاك هكذا. انا نقدر نهدر معاك ومعاها اسهل من اني نهدر مع روحي باغ اكزومبل. هذا الشيء لازم يكون، يعني لازم الانسان لازم يبدا بنفسه، لازم تكون جلسه مع النفس لتقييم، جلسه مصارحه يعني صارح نفسه وحتى يعاتبها ربما. حتى في الدين يقول لك لازم تكون تخويه ثم تحليه، او تخليه ثم تحليه، تفريغ دابور قبل ما سينو ما عندكش بلاصه تحط فيها كي تكون معمره. دونك الا كان وصلنا لهذا الهدف تاع كل واحد خلاص 2016 وهو صاحب روحه، صاحب روحه بمعنى فعلي، صاحب روحه يحب غير الخير لروحه، يحب كل الحوايج المليحه لروحه، ديجا فرينا. لكن في حدود ما نوصلوش لامي ايماجينير ويولي الانسان يفوت الحدود. شكرا لك الاخصائيه النفسيه سوسن شباكي، نشكرك على حضورك معنا، وان شاء الله يكون عام 2016 عام خير عليك وعلى كل المشاهدين. كل سنه وانت بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله وانت باللون الاخضر نختموا هذه الفقرة ونتفائل باللون الأخضر دائما. شكرا جزيلا لك. شكرا. أما نحن فنواصل فقرات شروق مورنينغ اليوم، حلقة مخصصة إلى نهاية السنة. نعم. حصاد وطني نذكر دولي. نعم ياسين، راح يكون حصاد كما ذكرت وطني دولي. دولي تكفلت أنت به أهم الأحداث الدولية التي طبعت سنة 2015، بالإضافة كذلك سوسن حتكون في مجموعة تقارير صوتية وصورية تمر خلال شروق مورنينغ، ربما بعد قليل حيكون اولاها. نعم. يعني مقسمه على حسب الشهور. جيد. ناديه محرز كذلك والجبهه الاجتماعيه واهم ما ميزها من اضرابات في كل القطاعات. اليوم حصاد 2015 عدد خاص من البرنامج، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. نبقاو في جو الحصاد. نعم. الحصاد بعد الحصاد الدولي اللي كنا شفناها في هذا التقرير، نروحوا الى ايمان وحصاد رياضي لكن بنكهه محليه. ايمان صباح الخير. نعم بنكهه محليه. صباح الخير ياسين. صباح النور ايمان. مشاهدينا الكرام صباح الخير، اهلا بكم في الفقره الرياضيه. كما تفضلت ياسين اليوم فقره رياضيه راح تكون حصاد رياضي، يعني راح نتكلموا على اهم الاخفاقات، اهم الانجازات، ابرز الاحداث لميزه سنه 2015. البداية راح تكون من أوائل 2015، كنا شفنا بطولة العالم لكرة اليد اللي شارك فيها المنتخب الوطني لكرة اليد. نعم في قطر. لكن للأسف كانت أسوأ مشاركة للمنتخب الوطني لكرة اليد منذ الاستقلال، حيث تحتل المنتخب الوطني المركز الأخير وكلها يعني هزائم، كل مباريات 7 هزائم متتالية وخروج طبعا من الدور الأول، ولم تكن مشاركة مشرفة أبدا لكرة اليد الجزائرية وللكل، لأنهم دخلوا بتوب بطل إفريقيا بعد ما نالوا كأس أمم إفريقيا
افريقيا في 2014، يعني الكل كان يستنى ربما مشاركه مشرفه في مونديال كره اليد، خاصه انها اقيمت في بلد عربي، يعني كنا نشوفوا ربما المشاركه العربيه راح تصنع مفاجاه ربما، لكن للاسف كانت خيبه امل كبيره لمحبي كره اليد الجزائريه، والخروج فارغي الايدي كما نقولوا، وبمشاركه بسبع انهزامات متتاليه. صحيح، نذكر ايضا كان عندك بلاتو خاص بعد الانهزام في كره اليد. نعم، بعد الانهزام عملنا كانت برفقه مفاده شروق نيوز ياسمين موسوس، عملنا بلاتو خاص بهذه الهزيمه لانها كانت علامه استفهام كبيره وكبيره جدا. من بعد يعني نعرفوا انه التكتلات نعم داخل الاتحاديه الجزائريه لكره اليد يعني هي كانت السبب الرئيسي وراء هذه الانهزامات المتتاليه. الان نروح لكره القدم. ربما موسم 2014-2015 لما نتكلموا على الرياضه نقولوا موسم 2014-2015 ان شاء الله كدراسه والسنه الجامعيه. نعم نفس الشيء، يعني كانت ربما البطوله الوطنيه لكره القدم البطوله الجزائريه اصبحت حديث العام والخاص سواء محليا او دوليا، خاصه جبت الورقه اللي نظن انه فرض فجائي حتقولنا عليه السؤال. لا ليس فرض فجائي، لا ياسين مازال السؤال. راح نتكلموا على البطوله الوطنيه اللي طبعا اصبحت حديث قلنا العام والخاص، لما؟ لأنها يعني لأول مرة ربما في تاريخ كرة القدم سواء في العالم نشوف أنه إلى الجولة الأخيرة من البطولة يعني ما زال ما حسمناش كل بطل وشكون هي الفرق اللي تسقط للقسم الثاني. والغريب أنه الفارق كان بين المتصدر الرائد يعني واللي آخر ترتيب كان 10 نقاط، واللي هي في الدوريات الكبيرة يعني لما نتحدثوا الدوريات الأوروبية الفارق 10 نقاط يكون بين الفريق الأول والفريق الثاني فقط، احنا شفناها بين أول ترتيب وآخر الترتيب. شيء غريب جدا لدرجة أن وسائل إعلام عالمية هيئة كروية على غرار الفيفا تناولتها بإسهاب يعني ولا تمدى دسمة للنقاش وانقسمت فيها آراء الخبراء اللي وصفها قوية جدا، لذلك يعني ما قدرناش نحسبوا من الرائد والفرق الضعيفة، واللي يشوفها انها يعني تلمو كما نقولوا ضعيفة، بما انها ضعيفة جدا وصلنا لهذه الظاهرة اللي هي غالبة. نعم غالبة جدا، ونذكر فقط انه كان توج وفاق الصيف لقب البطولة الموسم المنصرم برصيد لم يتعدى 48 نقطة، في حين كان رصيد آخر النازلين للرابطة المحترفة هو 38 نقطة. عادة غالب جدا عادة يكون بين الأول والثاني وشيء غالب أيضا أنه اللي كان يعني كان كل يتوقع تصدره للرابطة اتحاد العاصمة في الموسم المنصرم، كل كان يتحدث على يعني هو اللي راح يكون متصدر، في الجولات الأخيرة كان مهدد بالسقوط يعني اللي كان أول ترتيب ولا مهدد بسقوط، ظاهرة غالبة جدا في تاريخ كرة القدم وبطولات العالم يعني تحديدا. مثلا كان كما يقولون مخرج البرنامج مولودية العلمة كانت طاحت بريمير ديفيزيون، لكن هذا الأمر خلاش ما منحاش أنها تلعب في بطولات أخرى. لا شاطري في الرأي. لازم يعاود لك المخرج السؤال، يعني السؤال ما فهمتوش تحديدا. وبعدين رحت نسيد عليه وقلت عاود لي السؤال. معليش ياسين قولي فهم السؤال تاعي. يعني مولودية العلمة لعبت لا ليغ دي شامبيون. نعم لعبت لا ليغ دي شامبيون وهبطت، هذا مفهوم ياسين، الأول مش مفهوم. المصطلح لا ليغ دي شامبيون ما عرفتش. رابطة أبطال إفريقيا. نعم وهذا شيء غريب ثاني ياسين. الآن إذا ممكن ياسين لو نسقسيك على أشهر ربما حادثة حدثت في موسم 2014-2015، واش تقدر يعني واش تقدروا تقولوا لي أنه الحاجة اللي خليك تكتب السؤال وأعطي دقيقة تفكير وتشاور. أنا أفكر أنه ربما الشيء اللي كان طاغي في 2015 أنه كانت بزاف لعبوا مباريات بدون جمهور، هذا الشيء اللي كان أثر بزاف على الأداء اللاعبين. نعم أول مرة شفنا يعني وكانت في أول مرة الرابطة الوطنية اتخذت هذه العقوبات، يعني في كل مرة كانت يعني تحرم بعض الفرق من يعني لعب بدون جمهور كعقوبة على العنف في الملاعب، وشفناها يعني أغلب مباريات الرابطة ربما أول مرة تكون يعني في بطولة أغلب مباريات لعبت بدون جمهور، وهذا الشيء ميز ربما البطولة الوطنية اللي دائما نشوفوا أشياء غريبة تكون فيها. بس شوف لا ولهاش لا ريبونس ما عندهاش هي أنا ربما اللي دوك دوري في الإجابة. نعم ربما اللي لفت نظري بالنسبة في الوطني هو ظاهرة تعاطي المخدرات والممنوعات
هذا هو ابرز شيء اللي يعني ميز هذا الموسم من الرابطه المحترفه الاولى ولا الثانيه ولا كل حتى يعني الاقسام الاخرى هي فضيحه المنشطات والمواد المحظوره اللي انتشرت بكثره في بطولتنا. يعني بعد اكتشاف حالات ايجابيه عديده ربما كان ابرزها يوسف بليدي هذا اللاعب اللي كان متالق جدا مع الاتحاد العاصمة، الكل كان يتنبأ له بمستقبل كبير وكان هناك حديث عن ربما يعني انتقاله للأندية أوروبية، يعني مستقبل كان يعني حتى العقوبة كانت كان نعم فيها عقوبة كانت مفاجئة جدا ولا واحد كان ينتظر عقوبة بهذه يعني القساوة على بليدي. 8 سنوات كانت ضعفت لثمانية سنوات يعني هي كانت 4 سنوات من بعد ضعفت. لما خرج الخبر كانت هناك يقولوا منشطات إلا أنه من بعد للأسف تضحت أنها كانت مواد محظورة وهي عبارة عن الكوكايين يعني اللي تفشات في ملاعبنا واللاعبين الجزائريين للأسف قضت على مستقبله لأنه في بداية مشواره طبعا لاعب في بداية مشواره ولاعب كان يقدم موسم رائع كان حديث العام والخاص هنا في الجزائر ربما كان راح يكون أفضل لاعب وكان يكمل يعني هذا الموسم إلى أنه للأسف يعني دخل في نفق مظلم كما نقول. إن كان في خلاف حول نوعية العقوبة أنها كانت شديدة لكن لابد أن يعملوا بهذو الناس مثل لأنه الناس يتبعوهم خاصة الشباب طبعاً. فلازم يكون عقوبة صارمة في حد في حق هذو اللاعبين والمشهورين حتى ما يكون عبرة للناس واحد أخرين الشباب خاصة قوانين الكاف أو قوانين الفيفا لا تتسامح أبدا في مثل هذه التجاوزات حتى شفنا العقوبات قاسية جدا من عامين 4 سنوات حتى 8 سنوات أنها أقصى العقوبات اللي تسلط على مثل هذه الأمور خاصة مواد محظورة أو منشطات. كنا يعني نتمناو لو كانت خفيفة العقوبة ويقدر يعني عاود يتجاوز هذه المرحلة لكن 8 سنوات أو 4 سنوات أكيد ما راحش يقدر اللاعب أنه يولي للميادين. فقط نذكر أنه ما كانش فقط غير يوسف بليدي وإنما هذا بعد يوسف بليدي اتضحت يعني بعد ما قامت الفاف والرابطة دائما بالقيام بفحوصات إجبارية للاعبين بعد تفشي الظاهرة يعني سقطوا لاعبين آخرين كان بوسعيد لاعب أمل الأربعاء أيضا هناك حالات في فرق صغيرة مثل ترجي قلمة واتحاد الكرمة هذه كانت في كأس الجزائر وحتى في شبيبة السكيكدا كلهم لاعبين سقطوا في فخ تناول الممنوعات. الان نروح يعني هذو تحدثنا عن الاخفاقات ربما الاشياء الغير محببه لميزه الموسم يعني لو كان سمعتك اللي كانت معنا دكتوره تقول لك لا اليوم كي سلبيه بامتياز لكن لا انا مش سلبيه انا حنروح الايجابيات حديتي بالمسوس وحدوك الحلول ياسين الشيء الجميل هذا العام ويعني الكل كنا ننتظروا فيه أو ربما لم يكن ما كناش ننتظروا فيه كنا نتمناوه نعم كنا نتمناوه لكن ما كناش ننتظروا فيه هو عودة المنتخب الوطني الأولمبي إلى ألعاب ريو دي جانيرو بعد غياب أكثر من 30 سنة. تأهل المنتخب الأولمبي للألعاب القادمة في 2016 ريو هو أهم إنجاز كروي ل 2015 لأنه جاء بعد 3 عقود من الغياب وبتشكيلة شابة الكل يعني ما كانش يتوقع انهم يحقوا المبتغى لكن الحمد لله انهم تاهلوا للاولمبياد وان شاء الله راح نشوفوا في 2016 منتخب يقدم كره جميله ويشرف الالوان الوطنيه في ريو دي جانيرو. حتى الفريق الوطني كان ايضا صنع الفجأة أو كان فاجأنا في بعض في نهاية كانت مفاجأة في كان تخوفات ربما على المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أنه الحمد لله قاموا بتصفيات وكانت تصفيات جيدة ونتائج حققها المنتخب الوطني إن شاء الله ربما نشوف التأهل لكأس العالم في روسيا إن شاء الله. بما أنك تحدثت عن المنتخب الوطني ياسين بداية 2015 لم تكن يعني موفقة للمنتخب الوطني لأنه كانت هناك كان 2015 في غينيا الاستوائية للأسف المنتخب الوطني خرج من الدور ربع النهائي. شيء مؤسف أن المنتخب الوطني كان خرج من 2014 من كأس العالم قدم فيها يعني دورة رائعة صحيح. الكل تحدث يعني على هذا الأداء تاعه والتفوق وكل كان يتوقع أنه هو أكيد راح يكون بطل إفريقيا 2015 إلا أنه للأسف يعني المنتخب الوطني
من غير ما كانش متوقع انه يخرج من الدور الربع النهائي على يد تذبذب في مسيرته في مسيرة الفريق الوطني، في أدائه كان فيه تذبذب كبير يعني انه تدخل في توب يعني المرشح للفوز باللقب وتخرج من الدور الربع النهائي على يد كوت ديفوار. هذا الشيء يعني ما كناش، الشارع الجزائري ما كانش ينتظره. وبعدها يعني خرجوا المناصرين وطلبوا انه يتم إقالة كريستيان غوركوف والطاقم الفني اللي كان على رأس المنتخب الوطني، الا انه الفاف تمسكت بكريستيان غوركوف وراو يوصل العمل تاعو على رأس العريضة الفنية للمنتخب الوطني. نعاود نقولوا الانجازات، ما ننساوش انجاز المنتخب العسكري لكرة القدم اللي كان توج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه على التوالي بالألعاب العسكرية اللي احتضنتها كوريا الجنوبية ما بين 26 سبتمبر و 12 اكتوبر، وكانت من بين ابرز ايضا بالاضافة لتأهل الى الاولمبياد كان هناك الفوز بالتاج العسكري بالنسبة للمنتخب الوطني العسكري. يعني كان فيه إيجابيات، كان فيه إيجابيات وفيه سلبيات كثيرة أيضا وفيه سلبيات. الآن نروحوا للأندية، الأندية الجزائرية اللي شاركت في رابطة أبطال إفريقيا 2015. شفنا البطل الإفريقي كان وفاق الصيف واللي أيضا كان ختمها يعني بالتتويج بالسوبر الإفريقي هنا على حساب الأهلي المصري في بليدة يعني ملعب تشاكال. من بعدها اتحاد الجزائر ومولودية العلمة وفاق الصيف يعني دخلوا التصفيات او نعم التصفيات رابطة ابطال افريقيا، وكانت لاول مرة ثلاث اندية جزائرية تلعب في دور المجموعات في نسخة رابطة ابطال افريقيا، وهذا شيء يحسب على كرة القدم الجزائرية انه ثلاث اندية لاول مرة تكون يعني ثلاث اندية من بلد واحد يشاركوا في دور المجموعات من رابطة ابطال افريقيا، واللي وصل فيها اتحاد العاصمة لنهائي هذه البطولة، لكن للأسف كان انهزم على يد الكبير تيبي مازامبي هناك نعم بالكونغو للأسف. لكن تبقى إنجاز لاتحاد العاصمة لأنه أول مرة يعني كان وصل للنهائي، إلا أنه الخبرة ربما خانته أمام فريق تيبي مازامبي الفريق عريق وعنده تجربة وخبرة إفريقية كبيرة. ويتصدر يظل أو متصدر هو اللي عنده الآن رابطة أبطال إفريقيا هو اللي دا اللقب. الآن نروحوا ربما لما نتكلموا على الملاعب نقولوا ملعب 5 جويلية اللي عاودنا شفناه عاود تفتح أبوابه هذه المرة بعد غلقه لمدة عامين. ملعب 5 جويلية عاود تفتح أبوابه للمناصرين وللمباريات الجزائرية، هذه التحفة المعمارية الرياضية الجزائرية. ملعب 5 جويلية كان أغلق ربما أكيد نذكروا حادثة للأسف كانت حادثة وفاة مناصرين في الملعب، تم غلقه لإعادة تهيئة نعم من جديد. كان دشن هذه المرة إعادة تدشينه كان من قبل وزير الشباب والرياضة ووالي العاصمة، وأول مباراة لعبت في هذا الموسم كانت بين اتحاد الحراش ونصر حسين داي برسم الجولة 4 من بطولة الدرجة الأولى موبيليس، يعني الحمد لله أنه عودنا شفنا ملعب 5 جويلية. وكان احتضن الأسبوع الماضي كذلك الدربي العاصمي بين العاصمي وشفنا فيه يعني عاودنا شفنا هذاك الجمهور الغفير في ملعب 5 جويلية والصور الجميلة اللي صنعوها الأنصار. الآن كذلك شيء يحسب للجزائر وشيء نتشرفوا به أن وهران توجت عروس للمتوسط 2021. مدينة وهران يعني نهاية شهر أوت الفارط فازت بشرف احتضان الطبعة 19 من ألعاب البحر المتوسط نعم المقرر تنظيمها عام 2021، وهذا ما أنسى ربما الجزائريين فشل وخيبة عدم احتضان وعدم الفوز بكأس إفريقيا 2017 اللي كانت راحت للجابون على حساب الجزائر اللي رشحت لاحتضان هذه النسخة، لكن للأسف ما يعني ما احتضنتهاش الجزائر وما فازتش بشرف احتضان هذه النسخة. ربما ان شاء الله نشوفوا وهران عروس طبعا هي المتوسط في 2021. يبقى تحضيرات تكون لازم تكون في المستوى خاصة 2021 هو على الابواب بالنسبة لتحضير طبعا البنية التحتية الفنادق كل الامور التي هي اللجنة الاولمبية وزارة الرياضة الكل راهم يقوموا بدورهم يعني تجهيز وهران لاستضافة هذا الحدث الافريقي عفوا المتوسطية الكبير. ان شاء الله نكون تكون جزائر وهران عند حسن ظن
يعني وقد هذه المسؤوليه حتى ما تكونش كما صارت في الثقافه قسنطينه اللي وصل يوم الافتتاح وكان كثير من المشاريع ما زالت ما دشنت ولم تدشن. نتمنوا انها ما تكونش لانه عندهم وقت يعني عندهم من 2015 حتى 2021 عندك كل الوقت حتى تبني ملاعب ولا مسابح ولا صحيح. يعني قاعات رياضيه ان شاء خاصة الله خاصه حدث رياضي كما هذاك ما قلت ايمان لازم له تنظيم لازم يكون تنظيم محكم لانه يحتضن العديد من الدول وراح يكون صوره الجزائر حتى تكون عندنا ايضا فرصه انه نحتضنوا يعني دورات اخرى ونحتضنوا منافسات اخرى انه لو ما نجحناش في هذه المنافسه اكيد يعني ما راحش نعاودوا نفوزوا بشرف احتضان مثل هذه الدورات وهذه المنافسات. والسؤال في سياسه ترشيد النفقات او التقشف اذا كان حيكونوا في المستوى لترشيد المشروع ما نعتقدش ايضا ان شاء الله يعني نكونوا في المستوى ما نشوفوش يعني واش صرا في الثقافه مثل ما قلت ياسين. الان ختاما يعني حنختموها بالنتائج والايجابيات والارقام القياسيه اللي يعني احرزتها الرياضه الجزائريه اللي شاركت في الالعاب الافريقيه اللي كانت في الكونغو برازافيل منتصف سبتمبر الماضي. الجزائر احتلت المركز الثالث والاول مره يعني حطمت ارقام قياسيه. نالت الرياضه الجزائريه فازت ب 118 ميداليه 40 ذهبيه و42 فضيه و36 برونزيه يعني وهذا كان رقم قياسي بالنسبه للرياضه الجزائريه خصوصا الرياضات اللي شاركت كان كلها رياضات تعاني التهميش في الجزائر مقارنة بكرة القدم يعني اللي هي أخذت حصة الذهب أخذت حصة الأسد مثل ما نقولوا نعم ياسين اليوم ما مش يقولوا لك يعني ما اليوم المصطلحات يعني عرفش الرياضة المصطلحات متداخلة المصطلحات اليوم خلي البرومي جونفي عاودوا رجعوا إلى ما كانها المصطلحات المصطلحات إن شاء الله في العام الجديد إن شاء الله. إذا كما نعاود نذكر فقط 118 ميدالية 40 ذهبية 42 فضية 36 برونزية نتمنى هذه الأرقام اللي وزارة الشباب والرياضة ولا اللجنة الأولمبية والاتحادات القائمة على هذه الرياضات أنها توقف على هذه الرياضات أن نشوفها تحقق ميداليات. ودائما الرياضات هذه مثل ألعاب القوى أو الكاراتيه ولا الملاكمة هي الرياضات اللي تجيب ميداليات أولمبية للبلدان سواء في الأولمبياد أو في الدورات اللي تقام لمختلف هذه الفئات وليست كرة القدم مع أنه تبقى الرياضة الأكثر الشعبية. بنشأ نتائج إيجابية والذهب كانت حصة كان هذا الحصاد الرياضي المحلي مرة جاية نديروا حصاد رياضي دولي ربما إن شاء الله يكون فيه إيجابي أكثر من سبيل. شكرا لك إيمان شكرا لك وعام سعيد على بالي ما حاش نتلاقاو عام سعيد كل عام جديد إن شاء الله كل عام خير. نستعمل المصطلح البايخ نوعا ما اللي يستعملوه نلتقي السنة المقبلة إن شاء الله ياسين إن شاء الله شكرا لك إيمان. إذا مشاهدينا ما تزالون دائما متواصلين ويانا المزيد من الأخبار والمحطات بعد قليل. إذا كانت سنة طويلة ومكثفة بالتحركات الاجتماعية. صباح الخير نبيا. صباح النور نبيا. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذا اليوم سنتحدث عن أهم الاحتجاجات التي ميزت سنة 2015. إذا هي سنة لم تكن أفضل من سابقها بالنسبة للجزائر، هي سنة يعني تخللتها العديد من الاحتجاجات والإضرابات والانتفاضات الشعبية من قبل المواطنين على اختلاف مستوياتهم. إذا أهم الأحداث سنة سنتطرق سنقف عندها بالتحليل والنقاش مع الضيف نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي. صباح الخير سيد بكيس. صباح النور. صباح الخير. أهلا بك معنا. بدايتنا سيدة بكيس نبدأ من الحدث الذي صنفناه في المرتبة الخامسة وهو عمليات الترحيل، احتجاجات التي رافقت عمليات الترحيل طيلة السنة وعرفت يعني موجة من الاحتجاجات من قبل المقصيين في عدة أحياء كحي الرمل ببلدية جسر قسنطينة الذين نددوا بحرمانهم من الاستفادة من سكن يحفظ كرامتهم. احتجاجات هذه تخللتها يعني حالات عنف. إذا سنة 2015 سيد بكيس كانت يعني سنة فرحة للكثير من العائلات إلا أنها يعني خيبت أمال كثير من العائلات الأخرى التي لم يسعفها الحظ في الاستفادة من سكن. كيف ترى على أي أساس اتخذت أولويات الترحيل في الجزائر حسب رأيك سيد بكيس؟ خليني أولا نقول شيء مهم وهو أنه نحن كباحثين عادة عندنا مشكل في قضية الإحصائيات الرسمية التي تعاني أو تسلط الضوء على طبيعة الاحتجاجات أو حجم أو كثافة الاحتجاجات، لأنه المشكل الأساسي الحاصل اليوم هو شنو؟
انه هل الاحتجاجات عاده كي تكون عنيفه كي تكون غير شرعيه غير مؤسساتيه لا يمكن ادراجها في الاحصائيات، وبالتالي لو كان نروحوا لوزاره العمل نروحوا اي وزاره مختصه ونطالبهم باحصائيات يقولوا احنا ما عندناش هذا النوع تاع احتجاجات ماهيش رسميه وبالتالي غير مقننه. اكبر مشكل مطروح هو يبقى دائما انه المجتمع الجزائري غير مقروء في جوانب عده منهم الحراك الاحتجاجي او الغليان الاجتماعي لانه ما عندناش احصائيات رسميه. الاحصائيات الوحيده اللي عندنا هي اللي تلفظت بها اللي ذكرتها مصالح الامن في جويليه 2015 حول حصيله 6 أشهر الاولى. كي تكلمت حول حصيله 6 أشهر قالت باللي حجم الاحتجاجات ارتفع مقارنه بالسنه الماضيه ب 62%، وقالت باللي في السداسي الاول فقط السداسي الاول كانت عندنا قرابه 6300 احتجاج، اي بمعنى لو كان ضربوها في مرتين فقط باش نغطوا السنه واش نقولوا عندنا تقريبا حوالي 13000 احتجاج. وحنا كنا نقولوا بلي 2011 اللي فيه احتجاجات الضربه تاعها كنا نتكلموا على 9000 احتجاج، وبالتالي وكانه الاحتجاجات وفقا للاحصائيات الرسميه في حال تزايد. وذكرت مصالح الامن انه الاحتجاجات بالدرجه الاولى ربما 20% منها تتمثل في احتجاجات على السكن. نعم. يعني مهم جدا الغليان الاجتماعي الحاصل اليوم في المجتمع الجزائري في الجزء الاول تاعو الرئيسي تاعو هو مشكله السكن. كي نقولوا مشكله السكن المواطن يعتبر انه هذا حق طبيعي وهذا حق دستوري انه يكون عنده سكن، وبالتالي هنا الاشكال على واش راح يكون؟ راح يكون على طبيعه التعاطي تاع السلطات المحليه مع ملف السكن، معايير الانتقاء. مثلا كي نشوفوا المعيار الاخير هو ترحيل الناس اللي عندهم الدوميسات اللي مسجلين في 2007 فما فوق فما تحت، وبالتالي هذه المعايير تختلف من حيث الثبوتيه. راح يكون الملفات اسكو اللي كانت موجوده اللي ما كانت موجوده. هو المواطن عاده يقول بلي كاين ظلم وكاين محاباه وكاين جهويه في التوزيع وكاين مظالم، والاحتجاجات دائما طالب بشيء مهم وهو اعاده مراجعه قوائم السكن. إعادة مراجعة قاعدة، وكانت السلطات بصورة دائما تفتح مكاتب لإعادة المراجعة. هذه النقطة مهمة من جانب أنه هناك رقابة كبيرة على الإدارة. إذا كانت الإدارة في السابق ممكن أنه تتلاعب بملف السكن، أصبح الآن من صعوبة كبيرة أنه الإدارة تتلاعب، وبالتالي فعلا هناك رقابة كبيرة على السلطات المحلية، وملف السكن بغض النظر عن المقاييس تاعو يبقى تحت مراقبة المواطن بشكل مباشر. نعم أستاذ بكيت، يعني حسب اعتقادك حسب قراءتك الأولية هل ستكون هذه الانتفاضة الشعبية بسبب التي رافقت عملية الترحيل تداعيات خطيرة يعني في السنة المقبلة أو في المستقبل؟ الخطورة أين تكمن؟ ليست في الاحتجاج، الاحتجاج أمر طبيعي، أمر عقلاني وأمر موجود حتى في أحدث المجتمعات. الخطورة في نوعية الاحتجاج، أشكال الاحتجاج، عندما يتحول يعني الاحتجاج وصلت إلى حد الانتحار هذا يعني. هذا أكبر مشكل، لأنه احنا بطريقة غير مباشرة رانا نأسسوا سلوكات عنيفة، كيولي الإنسان المحتج مقتنع بأنه تهديد النظام العام وتهديد الأمن العام هو الطريق الأمثل لإيصال رسالته وتحقيق مطالبه، هذا مكمن الخطورة، لأنه هذا فيه تهديد لمنظومة الحكم، فيه تهديد لمؤسسات الدولة، خاصة إذا تعاملنا بنوع من الارتجال يعمل ملفات ودخلت السلطات المركزية من أجل حل الملفات، وهذا إضعاف للسلطات المحلية. يعني المشكل الأساسي تعاني منه الجزائر ليس في كثافة احتجاجات ولكن طريقة الاحتجاج. لأنه ما شفناش رسائل، ما شفناش مواطن يذهب للقضاء، ما شفناش مواطن يلجأ إلى مؤسسات مجتمع مدني توكلها المطالب تاعه، وهذا يطرح إشكالية من يمثل هؤلاء، وبالتالي وكأنه نحن أمام حالة تمرد. هذا المواطن يفاوض من خلال تهديد النظام العام، وحتى مصالح الامن كي ذكرت الحصيله تاع 6 أشهر الاولى قالت باللي كانت مجملا تتمثل اشكال التضارب انه قطع الطرقات والدخول في مواجهات مع قوات الامن والاعتصامات والوقفات، هذه كلها غير قانونيه وهذه كلها تهدد النظام العام، وبالتالي وكاننا نربي طريقة غير مباشرة ونعطي شرعية للمواطن كي يتطرف في سلوكاته، وهذا خطر على تنظيم المجتمع، هذا أكبر خطر على تنظيم المجتمع، لأنه أزمة السكن، لأنه حتى نشوفوا قضية نوعية المطالب، أصبح الآن عندنا مواطنين يعتديوا على الممتلكات تاع الدولة، على الأراضي، ويبنيوا سكنات فوضية، ويرفضوا أنهم ينتقلوا لأي حي،
يختاروا الحياة تاعهم. يعني مشكل كبير، أنا أمام مشكل كبير، وتلمو هناك محاصرة للسلطات المحلية. عندنا حتى نوع احتجاجات يفرض على الإدارة قرارات معينة، يفرض التوزيع السريع للسكنات، يفرض اتخاذ قرارات وإلغاء قرارات أخرى، وهذا لا يخدم الجزائر إطلاقا، لأنه هذا قد يؤدي إلى ضعف المؤسسات التي تنظم المجتمع، وبالتالي أزمة السكن هي مرآة على ضعف تنظيم المجتمع. نعم أستاذ بكيس، الآن ننتقل إلى الحدث رقم 4 واحتجاجات نواب المعارضة على قانون المالية لسنة 2016، أين رفعوا لافتات رافضة لقانون المالية باعتباره يعني في محاولة منهم لتعطيل التصويت على هذا القانون الذي يرون أنه سيؤزم الأوضاع الاجتماعية للمواطن بالنظر إلى الرسوم الجديدة. إذن بالرغم من كل هذه الانتقادات التي وجهت لهذا القانون، إلا يعني تم تمرير القانون وتم التصويت عليه من طرف الأغلبية، من أغلبية النواب. ما هي توقعاتكم للسنة المقبلة بعد المصادقة على قانون المالية 2016؟ هل سيكون لذلك تداعيات خطيرة سيد بكيس؟ هل سيفتح الباب لاحتجاجات شعبية كما يعني روج لها البعض؟ لا، شوف، الآن من السابق لأواني إصدار أحكام مسبقة. علاش؟ لأنه نحن لا ندري، وهذا مهم جدا، كيف سيتعامل المواطن مع التضييق القادم. لانه احنا كلنا نعلموا باللي الجزائر سوف تدخل في ازمه اقتصاديه، هذه حقيقه. اسعار البترول تراجعت، مداخيل الجزائر لن تزيد عن 27 مليار دولار بهذه الارقام الحاليه، وبالتالي حجم نفقات الجزائر طوال سنه 2016 سوف تضاهي 75 مليار، وبالتالي يعني المشكل كبير جدا كبير جدا، والعجز راح يكون فاضح، وبالتالي من المفروض وحتما على النظام السياسي الجزائري أن يلجأ إلى التضييق، إلى محاولة التقشف، التقليل من توزيع الريع الذي كان حاصل. هنا المعارضة راح يكون عندها مشكل كبير. المعارضة كيكون في بحبوحة من العيش كانت تقدر تلعب على الوتر هذا، مواقف تاعها كانت نسبيا لا أقول معارضة بشكل كبير للنظام، ولكن كانت جزء من المنظومة أو من السياق العام. لكن هي الآن تعلم أن الأوضاع المستقبلية قد تكون مفتوحة على احتمالات سلبية لا قدر الله، وكأنها تريد أن تتمرد، تريد أن تنفض يدها من التضييق المستقبلي الحاصل. يعني بعد دخول قانون المالية حيز تنفيذ مطلع سنة 2016؟ نعم، لأنه ما لازمش ننساو بلي الأحداث تاع 88 اللي صارت أحداث زمنت مع جيل، جانا جيل جديد أنا ذاك، وذاك الجيل كان يعتقد بلي الآباء تاعو، قد خدعوا وقد غرر بهم وأخطأوا في التعامل مع طبيعة النظام، وشاف الجيل بلي راح يعيش الأزمة، وكأنه ما استفادش من السابق، واش قرر؟ قرر أنه يدخل في احتجاجات، وشفنا وين أدت الأوضاع فيما بعد، لأنه شاف نفسه على أساس أنه الجيل ما استفادش من ريح. راح يلاق الضرر، راح يكون عندنا نفس المشكل، راح يجينا جيل جديد، واش يقول لنا؟ الجيل راح يقول لنا باللي انتم استفدتوا من الريع من 99 حتى 2014، استفدتوا من الريع كبير، وبالتالي احنا جات الازمه، جاء وقتنا، واش عندنا؟ مشكل ما عندناش دوك، احنا ما استفدناش من الريع اللي استفدتوا منتو وتحاسبونا بالتضييق. هل هذا المواطن سوف يقبل بالتضحيه ويعطي مهله للنظام السياسي الجزائري ويصبر على النظام السياسي كي يجد حلول مستقبليه، ام هذا الجيل سوف يكون له جيل رد فعل او سلوك براغماتي فرداني، وبالتالي قد يطالب بحقه ونصيبه من الريع، وبالتالي قد يتمرد على منظومه الحكم ككل ويحدث زياده نسبيه في حركات احتجاجيه قويه قد تهدد امن الجزائر. هذا مشكل مطروح بقوه، وهذا هو سبب تخوف المعارضه، لان المعارضه تعلم جيدا ان الجزائر مقبله لا قدر الله على سنوات صعبه وعلى ازمه اقتصاديه خانقه مطلوب فيها ان تضحى بفئات ربما واسعه من المجتمع. نعم استاذ بكيس، الان الى الحدث رقم 3 واحداث تجدد الفتنه الطائفيه بغردايه في العديد من المرات، والتي كان اخرها العنف والمواجهات التي اندلعت شرارتها في شهر جويليا بين مدينتي القرارة وبريان، أين سقط أكثر من 20 جريح قبل أن يتدخل الجيش في الفصل وفي القضية وبسط الأمن. كيف ترى تعامل السلطات هنا سيدة بكيس مع أزمة غردايا؟ يعني في الحقيقة أحداث غردايا كانت مؤلمة، مؤلمة جدا، لكن أهم درس قد نستقيه من أحداث غردايا وكأنها قالت لنا أحداث غردايا أن المجتمع تغير. الآن ليس هناك دور للأعيان،
وليس هناك دور لشيوخ القبائل والزعماء إلى آخره. المجتمع تغير. في السابق كانت غردايا هي مضرب المثل في قوة في قدرة البنى التقليدية على المحافظة على استقرار المنطقة. الآن عجزت كل الأطراف الحاصلة داخل تلك المنطقة في إيجاد حلول، وهذا مهم جدا، لأنه يجب أن يعلم النظام السياسي الجزائري أن الجزائر تغيرت، أن الأجيال تغيرت. الخطاب السابق لم يصبح ينجي. حتى البرلمان، المؤسسة الرسمية للدولة، لجأت إلى الأعيان في قضية غردايا من أجل فض النزاع، وهذا خطأ، لأن مؤسسات الدولة كان يجب أن تلتزم بالجانب القانوني ولا تلتزم بالبنى التقليدية والعودة للوراء، لكن رغم ذلك فشلت في حل النزاع. ولا تنسوا أن النزاع دام قرابة سنتين. يعني المشكل يعني لا يزال يعني قائم، لم يتم حل الإشكال بعد، يعني رغم يعني من تدخل الجيش والمؤسسات الحكومية. أنا نلخص لك أزمة غردايا، أزمة باب الواد والحراش والبيكور والحراش. المشكل حاصل اليوم في المجتمع الجزائري شنو؟ كي نروحوا نرحلوا ناس، أنا عطلنا على الترحيل، رحلناهم للعين الباردة مثلا وصارت مشدات مع السكال تم، راح يجوا ناس يروحوا لملي رحلوا، يروحوا لصلامبي رحلوا، من صلامبي يروحوا لصلامبي، رحلوا من باب الواد يروحوا لباب الواد، يدوموا نديو الدعم، يدوموا نديو المساندة تاع شكون؟ تاع العصبية تاعهم، أبناء الحي تاعهم، ضد من؟ ضد سكان تلك المنطقة، سكان تلك المنطقة راح يطالبوا المدد، المدد قد يصل حتى إلى الولاية التي جاءوا منها، وبالتالي وكأننا نؤسس إلى عصبية داخل نفس المدينة، وهذا خطر، لأنه حنا الظاهرة، أصبحنا نلاحظ الظاهرة بقوة، شوفوها مثلا في كرة القدم، كيفاش هناك فصل كلي بين لوساندي وبالكور. من أجل وشنو؟ من أجل مباراة في كرة القدم. هذا خطر، هذا يؤسس لشيء ويؤكد على شيء، أن المؤسسات لن تستطيع تنظيم المجتمع، وهذا خطر. المؤسسات لن تستطيع تنظيم، من المفروض كي نبنيو المواطن يقول المواطن عنده الانتماء لمؤسسات الدولة، ليست لغردايا وليست للجنوب وليس للشمال وليس لحي من الأحياء. الانتماء الأول هو للمؤسسة، للبلد، للوطن. نعم. ثم تكون انتماءات تحتية، معليش ما عندناش مشكل مع الانتماء التحتية، لكن لا تكون لا أولية، مش على حساب. نعم. الانتماء الأول. غردايا وكأنها أعطتنا درس مؤلم، وكأنها تقول أن الدولة الوطنية ربما عجزت في بناء مواطن. هل المواطن الجزائري موجود داخل مقابلات كرة القدم فقط؟ هل المواطن الجزائري نكتشفه عندما تلعب الفريق الوطني؟ لا، هذا ليس مواطن. نحن نحتاج مواطن موجود في كل الولايات ويؤمن بأن الجزائر وطن للكل. أزمة غردايا هي رسالة للنظام، لأنه كل الأطراف فشلت في حل النزاع، والتراوح لفترة طويلة، وبالتالي وكأننا اليوم أمام مراجعة. يجب أن نراجع طبيعة المؤسسات كي تستطيع أن تدمج وأن تدخل هذا المواطن داخل المشروع الكلي. نعم أستاذ بكيس، الآن إلى الحدث رقم 2 وهو احتجاجات قطاع التربية. إذن يعني سنة 2015 لم تمر يعني برد وسلام على الوزيرة نورية بن غبريط، 7 نقابات تكتلت فيما بينها ودخلت في إضراب لمدة 2 يوم، استطاعت من خلال شل كل مؤسسات التربوية، فيما فضلت نقابة الكنافاس العمل بعيدا عن نقابات المتكتلة، وأعلنت دخولها في إضراب دام 35 يوم قبل أن يتدخل الوزير الأول عبد الملك سلال في حل القضية. تبعات كل هالإضرابات سيد بكيس، تمخض عنها صعوبة استدراك الدروس، الأقراص، قضية الأقراص المضغوطة ثاني اللي أيضا التي أثارت يعني جدل وسط التلاميذ والأولياء، يعني استمرت توترات القطاع هذه إلى أن تفاجأت الوزيرة بن غبريط بالفضائح التي طبعت شهادة البكالوريا والأخطاء الفادحة التي سجلت في الأسئلة. أيضا الوزيرة بن غبريط اختتمت يعني السنة سنة 2015 بالتوقيع على ميثاق، بإقناع نقابات 9 نقابات من قطاع التربية بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي يعتبر الذي اعتبروه يعني الشركاء الاجتماعيين أنه يعيد الاعتبار ويضمن المكان للأستاذ وكل تشكيلات الأسرة التربوية. في نظرك سيدة بكيس، هل استطاعت الوزيرة بن غبريط امتصاص يعني غضب الشركاء الاجتماعيين وتحقيق ما عجز عن تحقيقه سابقها؟ قطاع التربية استطاعت أن تحقق كل مطالبها في كل مرة، حتى في عهد الوزيرة بن غبريط، لأنه في آخر المطاف تدخلت سلطات أعلى من الوزيرة وقررت الاستجابة للمطالب. قطاع التربية قد يعطينا درس، وهو أنه نحن لا نعالج الأزمات، نحن نسير الأزمات، لأنه بشكل متسرع، وكأننا نجد آليات سريعة من إخماد إطفاء النار بشكل سريع، لكن لا نعالج الظاهرة. قطاع التربية أحببنا أم كرهنا، والعمل النقابي الحراك الحاصل داخل القطاع أسس لشيء جديد في الجزائر، هو الذي أسس لفكرة الاحتجاجات داخل القطاعات المهنية، حتى أصبحنا اليوم داخل القطاعات
المهنية نجد تنسيقيات غير رسمية غير قانونية وتقوم بإضرابات وتقوم باحتجاجات وإضرابات وتستقبل من قبل السلطات الرسمية وتحقق لها المطالب. لكن قطاع التربية أنا أطرح إشكال قوي وهو هل فعل النقابات تستطيع التحكم في المناضل في أعضاء في المنخرطين في الحركة في المشاركين النقابيين؟ لأنه نحن نشاهد في آخر المطاف أنه المطالب هي مادية بالدرجة الأولى، ليست هناك مطالب نوعية، نجد المطالب النوعية فقط في نوع واحد من الاحتجاجات وهي القطاع الخاص. لماذا؟ لأنه القطاع الخاص في غالبيته الشركات مهددة بالغلق، أي الفرد داخل المحتج مهدد بانقطاع علاقة العمل، لذلك يحاول البحث عن تحسين علاقة العمل داخل المؤسسة كي لا تغلق الشركات. أما في القطاع الوظيفي العمومي غالبية المطالب هي مطالب مادية بحتة براغماتية بحتة، وللأسف الشديد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ضيعت حتى تلك المكتسبات. إذا حاولنا الرجوع إلى الوراء نجد أنه 63 قانون أساسي تم تغييره في ظرف قياسي من أجل تغيير رفع الأجور، وقد تحقق ذلك في السنوات الأخيرة، والقطاعات خاصة قطاع التربية استفاد من زيادات معتبرة لكن أكلها التضخم وزيادة الأجور. والآن هذه النقابات أمام تحدي خطير، من جهة القاعدة لا تريد السماح في القدرة الشرائية وتريد مزيد من الأجور في المستقبل، ومن زاوية أخرى الجزائر غير قادرة على مسايرة ارتفاع ورفع الأجور مرة أخرى. وبالتالي نعود دائما للنقطة الأساسية، هل المواطن يقبل بالانخراط في المرحلة الجديدة أم سوف أو يحاول المسار على نفس الاتجاه وهو محاولة البراغماتية كي يحاول تحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة؟ لأنه لا يجب أن ننسى أن قضايا الفساد المنتشرة والمتتالية لا تساعد على دفع المواطن لمزيد من التضحية في إطار التقشف المستقبلي، لأنه سوف يقول أن هذه أخطاءكم أنتم السابقة التي أدت بنا إلى هذا الوضع، ولست في حاجة ولن أقبل بالتضحية على أخطاء الآخرين. نعم، الآن ننتقل إلى الحدث الذي صنفناه في المرتبة الأولى وهو احتجاجات مواطنو عين صالح على ضد استغلال الغاز الصخري. يعني مواطنو عين صالح دشنوا سنة 2015 بهذا الاحتجاج وطالبوا أيضا بالوقف الفوري لعملية استخراج الغاز الصخري بعين صالح، خاصة وأنه منطقة الاستغلال تعتبر أهم خزانة مائي للمياه الجوفية. ما هي قراءتكم لهذا الحراك الشعبي سيدة بكيس؟ يعني ربما أهم شيء نقدروا نستفادوا من تلك التجربة أنه اكتشفنا باللي السياسة تاع النظام السياسي الجزائري اللي لجأ ليها اللي هي بناء جامعات في كل الولايات جابت الثمرات تاعها، وبالتالي بور لا بريميير فوا رانا قدام نخبنا حاليا. اليوم ما نستناوش الدكتور يخرج لنا من العاصمة باش يناقش لنا قضية الجنوب، الحمد لله النخب موجودة وظهرت بقوة النخب القيادية في الجنوب، وبالتالي لم تسمح بالتوظيف السياسي للملف وهذا مكسب، وبالتالي النظام وكأنه تفطن إلى أنه أصبح اليوم بصدد معالجة نخب كل الولايات وليست ولاية الجزائر أو العاصمة والمدن الكبرى فقط. اكتشفنا أنه هناك فعلا حراك فعلي نابع من تلك المنطقة واستطاع أن يعطل المشروع. الآن الغاز الصخري يعني وكأنه أصبح لا يحكى عليه لأنه توقف المشروع، وخاصة أنه حتى المردود الاقتصادية غير ناجعة لأنه تراجع أسعار البترول غير كل المعطيات في الجزائر، تراجع اسعار البترول والذي مفتوح نسبيا على مزيد من التراجع. لكن ربحنا شيء انه عندنا نخب من كل الولايات، عندنا نخب من الجنوب، وحتى كان لازم نربطوه المهم جدا بالبطانين، حركه البطانين اللي كانت من الجنوب. هذه الحركه جابت نتائج كبيره من على اساس وفرضت واقع جديد وفرضت التوظيف وفرضت فض العزله. يعني من اهم مكتسبات الان الجزائر نوجد وكانه هذه الحركه الاحتجاجيه رغم انه يستعمل العنف ويستعمل التضييق وسلوكيات غير مشروعه، لكن فرض وتيره اقتصادية وفرض وتيرة تنموية وفرض انفتاح وفرض قرارات كبيرة حتى الحق الحركة الاحتجاجية، ونطورنا الموارد البشرية تاع الإدارة تاعنا. تنمضغط على الإدارة، فعل الدور تاع الإداري وضغط على الجميع، لكن للأسف الشديد هذه السياسات ليست في صالح الاقتصاد الوطني. علاش؟ لأنه لم نستطع رغم كل ما قيل رغم كل ما تم لم نستطع بناء اقتصاد منتج. احنا الان حقيقه واش تقول؟ تقول نحن مجتمع استهلاكي في مقابل مجتمع
غير منتج. احنا مجتمع غير منتج، مجتمع نعيش على الريع في المقابل نستهلك خلافا للاخرين. الاقتصاد طريقه التسيير الاقتصادي حققت الكثير من الاشياء التنمويه للمجتمع، طرقات، مساكن، اذن، مدارس، منشات، لكن لم تحقق اقتصاد، لم تنتج اقتصاد، مؤسسات اقتصاديه قويه، وهذا للاسف الشديد قد يصبح تصبح نتائجه عكسيه في القريب العاجل. نعم، نحن نتمنى ان يعني تكون سنه 2016 يعني سنه خاليه من كل هذه المشاكل استاذ بكيس، وتكون مليئه بالانجازات والنجاحات. شكرا لك الاستاذه نور الدين بكيس، استاذ علم الاجتماع السياسي، على حضورك معنا. شكرا. وعام سعيد ان شاء الله. شكرا لك ناديه، وعلى هذا الملخص حول اهم ميزه الجبهه الاجتماعيه لعام 2015. مشاهدينا ما نزال متواصلين واياكم، سنتناول بعد قليل اهم المواضيع كذلك التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر لعام 2015 بعد قليل. عدنا إليكم. إذن الحصاد متواصل، الحصاد 2015. محمد الشريف وفقرة التكنولوجيا، كان حصاد محمد ولا حصاد؟ طبعا. صباح الخير محمد، مرحبا بك. صباح الخير سوسن، صباح الخير ياسين، صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حصاد التكنولوجيا لسنة 2015. إذن حصاد التكنولوجيا سيكون تصنيف لأفضل الإصدارات هذا العام. عندنا تصنيف هواتف وتصنيف دي زابليكاسيون، دونك نزولا عند رغبه السيده علي والمشاهدين اللي تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبداو باول بالتوب 5 للهواتف الذكيه، وبالمرتبه الخامسه اللي احتلها المرتبه الخامسه في المرتبه الخامسه في الهواتف الذكيه اللي احتلها هاتف اكسبيريا زد فور تابلت، او هو حاسوب لوحي من اكسبيريا زد تابلت اللي كنا شفناه في شروق مورنينج في فقره التكنولوجيا. هذا الحاسوب يتمتع بمجموعه متنوعه من الخصائص والمميزات كمقاومته للغبار والماء وفق معيارين IP65 وIP68، وهذا الحاسوب هو حاسوب متطور جدا، وتبلغ دقة كاميرته هو يعني 4K، وهو موجود قريبا في السوق الجزائرية. إلى المرتبة الرابعة هو هاتف ذكي من إصدار جالاكسي اللي هي جالاكسي نوت 5، هذا السامسونج اللي هو الهاتف اللي يحمل أكبر شاشة أو أكثر شاشة متطورة على الإطلاق موجودة في السوق حاليا. الهاتف بمجموعة متنوعة من الخصائص، يعمل كنوت بوك وهو كاتب وهو أجندة محمولة، وأيضا هاتف محمول يعتبر حتى أنه كلوح لوحة أيضا. طبعا هو تابلت تابلت ما بين تابلت والهاتف، ويحمل مجموعة متنوعة من الخصائص ياسين، خاصة أنه يستعمل الهاتف كأجندة كما قلنا، وأيضا كمذكرة يعني نقدر نستغنى عن الورق تماما ونكتب بالقلم لمحبي الكتابة بالقلم، الكتابة الكلاسيكية. المرتبة الثالثة هو هاتف رح يخلق مفاجأة، خاصة أنه موتورولا عندها بزاف ما طلقتش هاتف ذكي في السوق تقريبا خرجت من السوق منذ سنوات. يعني الموتو اكس اللي هو موتو اكس 5 اللي جاء بهذا العام لتدخل به موتورولا الى سوق الهواتف الذكيه، خاصه انه الهاتف متوفر جدا للجميع. يعني قبل هذا سبقوني الى الايفون، سبقوني الى الايفون، لكن ما زال يعني هو يعني اقل ثمن في السوق، كيفاش نقولوا يعني هو ارخص هاتف موجود في السوق ب $400 فقط، يعني هاتف ذكي متطور جدا ومتطور وعنده تقنيات، وبالنسبه للكاميرا متطور جدا. جد يعني منافسه قويه بين الايفون وبين الجالاكسي، لانه شفت لحقت المرتبه الثانيه. نحن في المرتبة الثانية. مرتبة ثانية آيفون. لا لا، احتلها هاتف سامسونج S6 اللي هو الهاتف اللي قامت سامسونج بطرحه بداية العام الماضي. هاتف متطور جدا، يعني الأدج والعادي. أنا بالنسبة لي نفضل سامسونج، دونك هو هاتف متطور جدا. لكن يبقى في المرتبة الثانية. يبقى في المرتبة الثانية. إلى المرتبة الأولى وهي يعني حققها بجدارة واستحقاق الآيفون 6. الآيفون
التليفون بخصائصه المتنوعة، بنظام تشغيل iOS، وأيضا بتقنية 3D Touch اللي هي التقنية الجديدة في عالم الهواتف الذكية بالمواصفات المتطورة. ياسين، يعني الهاتف هو عالي الطراز واستحق أنه يحتل هذه المرتبة بجدارة واستحقاق. اليوم أصبحت الهواتف الذكية تقدر تستغني بكل، مثلا تستغني على الكمبيوتر، تستغني على حتى الحفاظ على الوالد، تستعمل كل على الأجندة. وأصبحنا نسدد بالهواتف الذكية، يعني أصبحت الهواتف الذكية تنوب على الكريدي كارت أو بال الابليكيشن إلى التوب 5 للابليكيشن. احتل المرتبة الخامسة تطبيق أوجي يوتيوب، وهو تطبيق متوفر على اليوتيوب، يمكننا التحميل من خلاله الفيديوهات وأيضا مشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب بشكل جد تفاعلي. التطبيق متوفر في مختلف أرضية التحميل. إلى المرتبة الرابعة اللي احتلها تطبيق بلوستار، وهو تطبيق لنظام تشغيل الموسيقى، يسمح لنا أن نتابع أو نجدد الموسيقى وأيضا استماع إلى أحدث ستريمينج، هو من نوع ستريمينج والVOD، يعني يمكننا أيضا مشاهدة الفيديوهات والكليبات. المرتبة الثالثة تفوق تطبيق A2Z كاميرا، وهو تطبيق جديد ينوب عن جميع تطبيقات التصوير الآن، روتريكا وغيرها، يعني اللي أصبحت قديمة وتقليدية، اللي هو تطبيق رائع جدا. أنا شخصيا عندي هذا التطبيق ونستعمله من بين أفضل تطبيقات في تعديل الأصوات. المرتبة الثانية هو تطبيق أيضا جميل جدا، يعمل كنظام GPS، وهو تطبيق Round Me، اللي هو نظام تحديد مواقع ولوكيشن، يعني الموقع يكون بتفاصيله أفضل من جوجل ماب. أفضل من جوجل ماب. هذا التطبيق يعني يعمل حتى بدون كونكشن، يعني يكفي أنك تحمله أوفلاين، يكفي أن نقوم بتحميل تطبيق لباز دو دوني يكون مخبي عنا، دونك نقدر نستخدمه بشكل ممتاز ورائع وفليكسيب. والمرتبة الأولى في الأبليكيشن، في المرتبة الأولى نال تطبيق كورتانا، اللي هو تطبيق خاص بنظام اندرويد، المرتبة الأولى لنفسه تطبيق سيري الموجود عبر أرضية تحميل iOS اللي موجود في الآيفون. تطبيق كورتانا هو تطبيق يسمح لكم، لنا أو للمستخدمين، للتحدث معه، طرح مجموعة من الأسئلة والتطبيق يقوم بالإجابة عليها. إذن حتى في الكمبيوترز اليوم كورتانا موجودة، هي في مايكروسوفت، دونك مايكروسوفت وضعت التطبيق عبر كافة وين موجودة مايكروسوفت نجد تطبيق كورتانا. شوفوا غياب الرياضة والفيتنس، الفيتنس، تطبيقات الفيتنس احتلت مراتب، يعني أنا كنت درتها في الجيلتك، احتلت مراتب العاشرة والتاسعة، هذه من حيث الداونلود، استخدام داونلود والاستخدام في التطبيقات حسب الداونلود، وفي الهواتف حسب المبيعات. بهذا نكون قد انتهينا على سف غياب أي تطبيق جزائري. التطبيقات الجزائرية هي تطبيقات فتية، يعني لا يمكن حتى الاستخدام تحا استخدام قليل على مستوى المستخدمين في العالم، يعني هذه هي التطبيقات الأكثر استخداما. وهذا نكون فينا حق مشاهدينا وحق سيد علي في اللي طلب فينا. شكرا محمد ومتابعين جيل تك، عندهم البست اوف جيل تك، تابعناه في العدد الماضي البست اوف من جيل تك، العدد المقبل في سنة 2016 العام المقبل، العام المقبل إذا نلتقي العام المقبل إن شاء الله. شكرا محمد. شكرا لك محمد. شكرا. إذا نعود إلى مشاهدينا لإتمام ما تبقى من برنامج شروق مورنينغ وعدد اليوم الخاص بحصاد 2015 بعد ما شفنا الجبهة الاجتماعية والدولية وأهم التطبيقات في التكنولوجيا والهواتف النقالة. احنا نروح الآن إلى المواقع التواصل الاجتماعي وتويتر والتغريدات والهاشتاج وأهم المواضيع المتداولة لعام 2015 على موقع تويتر بعد قليل.